بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من كان 2019. زي ما قلت لحضراتكم امبارح وهقول لكم النهارده تاني، اقتربت البطوله الافريقيه، بطوله كاس الامم الافريقيه من نهايتها. ان شاء الله مباراه واحده فقط تتبقى نهايه البطوله، ان شاء الله هتبقى يوم الجمعه. بطولة ناجحة بكل المقاييس، طبعا بعيدا عن النواحي الفنية والكلام ده كله، ولكن بطولة ناجحة بكل المقاييس من جميع النواحي فيما عدا ناحية واحدة فقط، وهي الناحية الفنية وخروج منتخبنا الوطني. منذ قليل كانت مباراة منتخب تونس ومنتخب نيجيريا، هقول لحضراتكم كانت النتيجة، أنا كنت سايبها 1-0، معرفش انتهت المباراة ولا لأ، ولكن انتهت 1-0 وفازت نيجيريا بالمركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، وتونس أيضا بتكون في المركز الرابع. وزي ما قلت لكم امبارح الحقيقة وقلت لحضراتكم من كام يوم، المباريات دايما الثالث والرابع دي بتبقى زي مباريات ودية بالظبط، ما حدش له نفس يلعب، ما حدش له مزاج ان هو يلعب، بتبقى الطموحات عالية جدا، وبعد كده بتلاقي نفسك طموحك بقى قليل قوي، او يعني بتبقى صفر طموح الحقيقه، وبالتالي المباريات بتبقى يعني كلها وانت قاعد بتتفرج الواحد ايه يقوم يشرب يعمل كوبايه شاي، على راي الله يرحمه، الله يرحمه شيخ المعلقين كابتن محمود بكر، كان يقول لك ايه، تقوم تشرب كوبايه شاي، اللي بيشرب سجاير يشرب سيجاره، اللي مش عارف بيعمل ايه بيعمل ايه، نفس الكلام، تقوم تشرب كوبايه شاي ولا حاجه ترجع تلاقي نفس الشكل ونفس المنظر، اللعيبه واقفه في نص الملعب، ميس باس غير طبيعي، كلام كتير جدا هنتكلم عن هذه المباراة. ولكن الحقيقة خلينا أتكلم مع حضراتكم في موضوع أهم. أنا شايف كل جمهور النادي الأهلي بيترقب الصفقات الشتوية أو الصفقات الصيفية، أنا آسف، للنادي الأهلي. أنا عايز أطمن حضراتكم أن كل الصفقات اللي هتيجي النادي الأهلي خلال الفترة القادمة أو اللي جت خلاص انتهت. أنا قلت لحضراتكم على كابتن رمضان صبحي اللي تمت مد اعارته لمده سنه، وايضا اليو ديانج اللي جه خلاص النادي الاهلي. ولكن انا بطمن حضراتكم مره اخرى، وهتعرفوا ليه انا بطمنكم دلوقتي تاني، لكن انا بطمن حضراتكم مره اخرى ان كل الصفقات اللي جايه ستلبي طموح حضراتكم. وزي ما قلت لكم قبل كده وهقول لكم تاني، ان يا جماعه بتبقى عندنا معلومات كثيره جدا ومهمه جدا خاصة بصفقات معينة أو بصفقات بعينها، لكن ما نقدرش نتكلم عنها. لو تفتكروا المرة اللي فاتت لما جيت اتكلمت معاكم قلت لكم إيه؟ قلت لكم اطمنوا، بعدها بيومين ثلاثة حصل حاجة، لقيته أليو ديانج والناس كلها كانت مبسوطة بيه، لقيته رمضان صبحي مدد إعارته والناس كانت مبسوطة بيه. كلام كتير جدا في موضوع الصفقات، لكن كل اللي أنا بقوله لحضراتكم واللي أنا عايز دايما اطمن حضراتكم من النقطة دي وتبقوا واثقين جدا في الكلام اللي احنا بنقوله، لانه الحمد لله والشكر لله على قد ما بنقدر يعني بنحاول نقول لحضراتكم ما تقلقوش. هو ده اللي انا اقدر اقوله لكم. الصفقات اللي جاية تتناسب مع اسم النادي الاهلي اولا، تتناسب مع الطموح اللي محطوط للنادي الاهلي خلال الفترة القادمة، سواء دوري كاس بطولة افريقية وكاس ودوري وكل البطولات اللي هيلعبها النادي الاهلي. وبعدين كل اللعيبه الكويسه لحضراتكم معجبين بيهم، صدقوني ماضيين في النادي الاهلي، ولكن الاختيار بيتم بقى. انا اسلام الشاطر مثلا لعيب حضراتكم مثلا، يعني حضراتكم معجبين بيه، فاسلام ماضي اوريدي في الاهلي خلاص، الموضوع منتهي، مضى خلاص. فدلوقتي في اسلام الشاطر و فلان وعلان وترتان، اربع خمس اسماء اللي حضراتكم دايما بتتكلموا عنهم دول موجودين ماضيين في النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي بيختار بقى بما يتناسب مع الطموح القادم للنادي الاهلي، بما يتناسب مع الجهاز الفني، بما يتناسب مع احتياجات الفريق، بما يتناسب مع حاجات كتيره جدا احنا مش بتاعتنا الحقيقه، بتاعت المشرف على الكوره كابتن محمود الخطيب والجهاز الفني، هم بس اللي بيقرروا ايه اللي يحصل. لكن انا بطمنكم كويس جدا، تقلقوش، مش عايز حضراتكم تقلقوا من اي شيء، ولما بنقول لحضراتكم ما تقلقوش يبقى ما تقلقوش ان شاء الله، يعني ان شاء الله مش عايزكم تقلقوا. حضراتكم برضو امبارح او اول امبارح لقيت الحقيقه على كل مواقع التواصل الاجتماعي فيديو متشير ليا انا تحديدا، وانا اسف جدا ان انا شخصيا مش من نوعيه الناس اللي بتحب تعمل اللي انا هعمله دلوقتي، ولكن
عايز اوري لحضراتكم قد ايه ان العقل زينه. العقل زينه. كل مواقع على كل مواقع التواصل الاجتماعي جابوا لي فيديو كان يوم الاثنين. شوفوا انا جبته ازاي. كان يوم الاثنين 7/5/2018. كان يوم الاثنين 7/5/2018. الفيديو ده اتعمل عليه قصه وحكايه وروايه. خليني معلش انا اسف ان انا هعمل كده لان انا ما بحبش اعمل كده الحقيقه، ولكن معلش هفكر حضراتكم وهوريكم الفيديو اللي اتعمل عليه القصه اللي موجوده على السوشيال ميديا. معلش يا سمير لو سمحت اعمل لنا الفيديو لو جاهز اتفضل. اخر خبر عندي في كشف المستور. وخدوا بالكم برضو من الكلام اللي انا بقوله عشان ما حدش يقول ان انا اشرف بن شرقي يقترب من النادي الاهلي. اشرف بن شرقي بيقترب من النادي الاهلي. يعني ايه يقترب؟ يعني لسه في مفاوضات رايحه وجايه، يعني ممكن وممكن لا، بس عشان قبل بس ما اقول اي حاجه. اقترب المغربي اشرف بن شرقي من الانضمام الى النادي الاهلي المصري بعد مفاوضات ماراثونيه اجريت مع اللاعب على مدار الايام الماضيه. من المنتظر ان يتم حسم هذه الصفقه مقابل 4 مليون دولار تحمل تركي الشيخ نصفها، فيما سيتحمل رجل اعمال مصري 1 مليون دولار ويتحمل الاهلي 1 مليون الاخيره. تبقى العقبه الوحيده في اتمام هذه الصفقه هي تفكير اداره الهلال السعودي في اعاره اللاعب لمده موسم واحد فقط، في حين يرغب النادي الاهلي في ضمه اليه بصفه نهائيه. إذن اشرف بن شرقي من الممكن أن يتواجد خلال الفترة القادمة مع النادي الأهلي إذا تم الوصول إلى حل في هذا الموضوع. نادي الهلال عايز يعيره لمدة موسم واحد، ولكن هو اللاعب أو النادي الأهلي لا يريد ذلك، ولكن النادي الأهلي يريد ضمه بصفة نهائية. طيب هو هكلمكم دلوقتي في الموضوع، لكن هو الفيديو ده كان بتاريخ كام؟ حد يفكرني كده الفيديو ده كان بتاريخ كام يا جماعه؟ يوم الاثنين كان يوم الاثنين 7/5/2018 مانداي. الاثنين ده يعني المانداي لو ما حدش عارف. الاثنين 7/5/2018. هو احنا سنه كام؟ امبارح كان سنه كام ولا النهارده سنه كام ولا ايه؟ كام 2019؟ معلش عشان انا ماليش في الحساب قوي. النهارده 17/7/2019، وامبارح كان 16/7/2019. طيب محتوى الفيديو ايه؟ محتوى الفيديو انا بقول فيه، كنت في قناه السي بي سي اكسترا الحقيقه، ما كنتش لسه جيت قناه النادي الاهلي. ف كل اللي انا قلته ايه؟ قلت يا جماعه ان في مفاوضات ما بين النادي الاهلي وما بين اشرف بن شرقي وما بين مسؤولي النادي الهلال السعودي. النادي الاهلي كان عايز اشرف بن شرقي بيع نهائي، ولكن نادي الهلال كان مصمم ان هو عايز يطلعه اعاره سنه واحده فقط ولم يتم. وساعتها حتى انا قلت في الفيديو، قلت يا جماعه يعني من هناك مفاوضات من الممكن ان تنتهي ومن الممكن ان هي لا تنتهي. ده كان امتى يا اسلام؟ ده كان امتى يا جماعه؟ ده كان السنه اللي فاتت سنه 7/5/2018، وكنت في قناه تانية خالص غير قناه النادي الاهلي خالص. يعني الصيف اللي فات النادي الاهلي كان بالفعل هناك اهتمام بوجود اشرف بن شرقي في النادي الاهلي، وخلاص الموضوع انتهى، اتقفل عليه من السنه اللي فاتت، اتقفل عليه من السنه اللي فاتت. انا مش مصدق اللي بيحصل والله. السوشيال ميديا دي غريبه جدا، فانا مش مصدق اللي بيحصل ومش مصدق الكلام اللي بيتقال. يعني يا جماعه جايبين لي فيديو من احنا في شهر 7، يعني من سنه وشهرين، وبتقولوا عليه ان انا قايله امبارح ولا اول امبارح؟ ده كلام ده يرضي حد يعني يا جماعه؟ العقل زينه يعني. ده لوجو وده لوجو، لوجو قناه سي بي سي اكسترا نيوز وده لوجو النادي الاهلي، فرق كبير جدا. فالحقيقه وبعدين عمل ايه؟ ما هو اصل بتوع السوشيال ميديا دول معلمين بصراحه، شابوه بصراحه معلمين. لكن عملوا ايه تاني بقى؟ طيب انا قلت لحضراتكم تقريبا من اسبوعين تقريبا حصل ايه؟ انا قلت لحضراتكم
الكلام اللي انا قلته في البدايه، قلت لكم يا جماعه اطمنوا ما تقلقوش، الدنيا ماشيه بشكل كويس، والصفقات التي تتم في النادي الاهلي بتتم بسريه تامه جدا، مش اي حد بيبقى عارف تفاصيل هذه الصفقات. وبالتالي انا كان عندي معلومه او معلومتين عن صفقه او صفقتين كانوا بينتهوا في ذلك الوقت، فقلت لكم يا جماعه اطمنوا وما تقلقوش، في خلال يومين ثلاثه هيتم الاعلان عن صفقتين مهمين. خلينا نسمع الفيديو ده برضو ونرجع نتكلم مع حضراتكم مره ثانيه. وانا بتكلم على انجلترا، مش عارف اقولها لكم ازاي، ولكن انتظروا اخبار سعيده، انتظروا اخبار سعيده خلال الفتره القادمه. ده بالنسبه للنادي الاهلي، ده بالنسبه للنادي الاهلي. للاسف ان انا في حاجات كتيره ما بقدرش اطلع اقولها الا ما بتبقى رسميه، لكن ما تقلقوش الامور ماشيه بشكل جيد جدا جدا جدا، فوق ما حضراتكم تتخيلوا، فوق ما حضراتكم تتخيلوا. الامور ماشيه بشكل رائع جدا في فريق الكوره، كل الامور منظمه بشكل جيد جدا، كل الامور ماشيه في طريقها الصحيح، كل التعاقدات اللي عايزها المدير الفني هتيجي ان شاء الله، يعني كل التعاقدات في طريقها ان هي تخلص خلال الفتره القادمه، كل الامور ماشيه بشكل جيد جدا 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 علشان النادي الاهلي ان شاء الله الموسم اللي جاي ما عندوش غير تفكير واحد بس، بطوله افريقيا، بطوله الدوري العام، بطوله كاس مصر، وبطوله السوبر المحلي والسوبر الافريقي ان شاء الله لو فيه السنه الجايه. يعني هو ده تفكير النادي الاهلي، تفكير مجلس اداره النادي الاهلي مع المدير الفني مع مدير الكوره مع لجنه التخطيط اللي موجوده، هو ده التفكير خلال الفتره اللي جايه. انا اسف ان انا طلعت بره المنتخب، ولكن مهم جدا جدا لان الناس تبقى قاعده مستنيه ماذا سيفعل النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. دايما انا بحاول، في حاجات انا ما ينفعش اقولها وما اقدرش اقولها على شاشه قناه الاهلي، ولكن انتظروا مفاجآت جميله خلال الفتره القادمه، انتظروا مفاجآت جميله خلال الفتره القادمه تخص فريق الكوره بالنادي الاهلي. بقيه الالعاب ايضا هناك حاجات كتيره بتحصل خلال الفتره اللي فاتت، ولكن نحن دائما في قناه النادي الاهلي بننتظر الاعلان الرسمي علشان نقول لحضراتكم بشكل رسمي. ولكن انا ناس بتقابلني في كل حته، والناس بتشوفني في كل حته بتقول لي فلان ده خلص، هنجيب مين، هل فلان ده جاي، هل فلان ده مشي، هل فلان ده رايح، هل فلان ده جاي. كل الكلام ده احنا بيبقى عندنا تفاصيل كتير نقدر نتكلم فيها مع حضراتكم، ولكن دائما من حرص قناه النادي الاهلي ان هي تحرص على شيء واحد فقط، وهو تقديم المعلومه بشكل رسمي، تقديم المعلومه بشكل رسمي. عشان كده لما الموضوع بينتهي بشكل رسمي بنطلع نقوله لحضراتكم على طول، ولكن استنوا الفترة اللي جاية في أخبار سعيدة جدا هتسعد كل جمهور النادي الأهلي. ده كان يوم الأربع 3/7/2019. الفيديو اللي أمام حضراتكم، وأنا آسف جدا، معلش والله أنا ما بحبش أعمل كده، ولكن أنا آسف جدا كنت اضطريت إن أنا أعمل كده لأن لقيت الفيديو انتشر يعني، ولكن العقل زينة يعني. أنا قلت برضو أقول لحضراتكم الأمور ماشية إزاي، ده تركب على ده وتقال لك إن هو إيه، يعني إن إسلام كان بيتكلم عن أشرف بن شرقي. أشرف بالمناسبة، أشرف بن شرقي لعيب جيد جدا، محدش يقدر يختلف على هذا الكلام، ولكن وهو راح نادي الزمالك دلوقتي بالمناسبة برضو، معرفش الناس عرفت أكيد هذا الموضوع. ولكن يا جماعة لما حد يجي يركب حاجة على حاجة ويقول حاجة، يقول حاجة صح، يقول حاجة صح، ما يقولش حاجة غلط. هل أنا ما قلتش الكلام ده؟ قلت الكلام ده من سنة وشهرين، من سنة وشهرين. والأربعة مليون دولار دول هم الأربعة مليون دولار برضو، دي بعدين، أو دي ماليش علاقة بيها، مش هتكلم فيها لأنها دلوقتي، دلوقتي ما تخصنيش، ما تخصش النادي الأهلي يعني. ولكن من سنة وشهرين أنا بقول أهو على قناة النادي الأهلي، النادي الأهلي كان عايز يجيب أشرف بن شرقي وكان بالفعل هيجيبه، ولكن الأمور تأزمت في آخر لحظة ولم يتم الاتفاق على الأمر. وساعتها أنا قلت يا جماعة في مفاوضات، مفاوضات يعني إيه؟ يعني أنا بقول أنا عايز أدفع كذا وعايزه بيع نهائي، وحضرتك بتقول لأ خدوا إعارة سنة بقد كده والأمور تمشي، يا إما نتفق يا إما لأ. فمن سنة وثلاث شهور أو من سنة وشهرين كان في تفكير، ولكن دلوقتي ما عداش حتى التفكير من قدام مجلس الإدارة مثلا، يعني ما عداش من قدامهم اسم مثلا أشرف بن شرقي.
لعيب جيد لعيب جيد، دي حاجه ما تخصناش. انا بتكلم مع حضراتكم عن اللعيبه لما يتم الاعلان عنها، يعني هتكلم مع حضراتكم عن اللعيبه اللي هتبقى موجوده في النادي الاهلي. لكن مره تانية معرفش بقى هيحطوا الفيديو ده ازاي ولا هيعملوه ازاي. المره تانية انا بقول لحضراتكم ما تقلقوش، اطمنوا عندنا مجلس اداره ومشرف على الكوره ما عندوش شغله الشاغل دلوقتي ان هو يعمل فريق للكوره او يكمل احتياجات فريق الكوره من كل الاتجاهات. الاحتياجات دي بناء على راي مين؟ الجهاز الفني. الجهاز الفني بيقول انا عايز فلان وعلان وترتان، او عايز في مركز كذا وفي مركز كذا وفي المركز كذا. والباقي بقى زي ما انتم عارفين المهندس عادل القيعي بيبقى عنده. لو دخلت مكتب المهندس عادل القيعي، ها انا دخلته اعتقد انتم فاكرين ان انا دخلته، لو دخلت المهندس عادل القيعي هتيجي تقول مثلا، خليني اجيب لكم من الناس القديمه مش هجيب لكم الجديد، هتيجي تقول اسلام الشاطر عقده عنده وماضي عنده، هتيجي تقول محمد بركات عقده عنده وماضي عنده، هتيجي تقول عماد النحاس عقده عنده وماضي عنده. وبعدين بقى ايه بيتم الاختيار، عايزين اسلام وعماد وبركات ولا مش عايزينهم، محتاجينهم في الفريق ولا مش محتاجينهم؟ احنا محتاجين عماد ومش محتاجين بركات ولا اسلام، فشكرا بترجع لهم العقد وبيقول لهم شكرا. ما بنضرش حد بعقود ابدا. في ناس كتيره جدا واسماء كانت من انديه منافسه وجت ومضت ومضت خلاص وخلصت ونجوم كبيره جدا تهز الدنيا. قال لك لا، قال لك بعد ما مضوا وخلصوا تفضل حضرتك شكرا، لا يوجد احتياج لفلان. بمنتهى الادب والاحترام، هو ده النادي الاهلي، هو ده اللي احنا اتعلمناه في النادي الاهلي. عشان كده انا لما من 15 سنه ولا 17 سنه مضيت مع المهندس عادل القيعي ما كنتش يعني ما كنتش حاسس ان ممكن يحصل اي حاجه. ليه؟ لان انا لو خلاص ما كنتش خايف الموضوع، لو انتهى كان ايه اللي حصل؟ كان هيقول لي المهندس عادل القيعي هروح له هيقول لي اتفضل ادي العقد بتاعك. فهو ده اللي انا بقوله لكم، ان كل الاسماء اللي حضراتكم بتدوروا عليها او اللي حضراتكم بتفكروا فيها لو هو ده العقد هم ماضيين تحت رغبه وعقود لحين الانتهاء من التفاوض مع ناديهم اذا كنت عايزهم كنادي اهلي. اذا كنت عايزهم كنادي اهلي. لكن كل الاسماء دي في الدرج عند الرئيس، عند الباشمهندس عادل القيعي، كلها في الدرج. فعلا. فاللي انا بقوله لحضراتكم ايه؟ معلش، هو في ناس طبعا وخصوصا بتوع السوشيال ميديا يعني بيركبوا الحاجات على بعض وبيعملوا قصص من لا قصص، وهي لا توجد قصه الحقيقه. ولكن انا اصريت ان انا اوري لحضراتكم لانها مفقوسه قوي وباينه قوي. ولا مش باينه؟ حاجة من سنة وشهرين وحاجة من يوم واحدة يوم 7/5/2018 وواحدة يوم 3/7/2019. احسب بقى من شهر 5/2018 شهر 6 شهر 7 للي ما بيعرفش يحسب يعني، شهر 6 شهر 7 شهر 8 شهر 9 شهر 10، اقعد احسب لغاية لما تعرف هتلاقيهم سنة وشهرين. فحاجة غريبة جدا، وانا بس حبيت ان انا، وانا اسف ان انا ما بعملش كده كتير ومش هعمل كده تاني الا في ظروف معينة يعني. فانا حبيت بس ان انا اوري حضراتكم قد ايه ان العقل زينة، العقل زينة. في ناس بتحب خصوصا بتوع السوشيال، في ناس في السوشيال ميديا تحديدا بيحبوا يعملوا كده، بيحبوا دايما يبقوا ابطال من ورق، ابطال من ورق، وقد يكونوا موجهين الله اعلم، انا ما اعرفش، دي مش بتاعتي وما اقدرش اقولها. انا كل اللي اقدر اقوله انا وريت لحضراتكم فيديو ليا من سنه وثلاث شهور في قناه محترمه ثانيه، قناه السي بي سي اكسترا نيوز، وفيديو ليا في قناه الاهلي من اسبوع ولا من 10 ايام ولا من اسبوعين يوم 3/7، وريت لكم الفرق وقد ايه ان الفيديوهين متركبين على بعض وعاملين بيهم قصه لطيفه جدا. ما عنديش مشكله يعني، ولكن حبيت ان انا اوريها لحضراتكم. وسبحان الله يعني هو ربنا ميز الانسان بايه؟ بعقله، بعقله. لما تيجي تشوف الفيديو كده واضح جدا. طيب ده اول موضوع عايز اتكلم فيه مع حضراتكم،
ومرة أخرى ما تقلقوش، أنا بس عايز أقول لحضراتكم حاجة تانية، أو عايز أتكلم مع حضراتكم في موضوع تاني قبل ما أستضيف. ما عندي النهاردة فقرتين الحقيقة، الفقرة الأولى هيكون معايا الدكتور أحمد ثابت، هنتكلم عن أهم وأرقام إحصاءات هذه البطولة. الموضوع الثاني وهي حاجة أنا عملتها عرضت منها جزء امبارح عشان بس نبتدي نوريه لحضراتكم، وبعد كده النهاردة هعرض لكم جزء تاني. النهاردة أو امبارح أنا عرضت لحضراتكم الفيديو بتاع رياض محرز أو الولاد الشباب الصغيرين الجزائريين اللي بيقلدوا رياض محرز في إحرازه لهدفه في مرمى نيجيريا في الدقيقة 94. اتفضل يا ريت. هي دي اللي أنا عرضتها ووريتها لحضراتكم امبارح. والحقيقة قلت لكم إن أنا قد إيه كرة القدم بتؤثر بشكل أو بآخر في الشباب العالم أجمع. طيب. ده اللي أنا وريته لحضراتكم امبارح. هو محمد صلاح ما قصرش في شباب العالم؟ محمد صلاح ما قصرش في الشباب المصري؟ محمد صلاح ما قصرش تأثير إيجابي، لم يؤثر تأثير إيجابي في كل الشباب العربي؟ هو رياض محرز من سنتين لما لعب في بطولة الأمم الأفريقية ولم يوفق احنا قلنا ايه؟ قلنا ان رياض محرز ده وحش؟ لا، قلنا رياض محرز مش موفق في البطولة دي. محمد صلاح ما كانش موفق في البطولة دي، هو والمجموعة اللي معاه، مع مجموعة لا منهم لعيبة كتير او لاعبين كتير لا يستحقوا ان يمثلوا منتخب مصر من وجهة نظري، انا بتكلم بمنتهى الصراحة مع حضراتكم. والمدرب العام كابتن هاني رمزي قال الكلام ده، مش انا، لكن انا كمان كانت وجهة نظري كده. وبالتالي محمد صلاح ظهر بالشكل اللي ظهر بيه. وبالمناسبة محمد صلاح لما نشوف ارقامه في البطولة دي بمقارنتها بأرقام رياض محرز في البطولة السابقة، هتلاقوا ان محمد افضل من رياض. طبعا دلوقتي رياض افضل بكتير. فمحمد بالنسبة لي سيظل هو فخره للعرب، ورياض بالنسبة لي هيفضل برضو فخر العرب. ده حاجة وده حاجة، ده شغل وده شغل. فالحقيقة برضو موضوع مهم جدا. أنا مش عارف هي ليه الناس ليه مش واقفة مع محمد صلاح اليومين دول؟ الناس ليه مش واقفة مع محمد صلاح اليومين دول؟ الناس ليه نسيت اللي بيعمله محمد صلاح؟ أو نسيت اللي عمله محمد صلاح؟ هو محمد صلاح لما عمل الموضوع اللي عمله ده، الاحتفال بتاع الهدف بتاعه ده، مصر كلها والعالم كله قلده. مصر كلها والعالم كله قلده. محمد صلاح هو قد يكون أخطأ في أمور، أو مش قد يكون، هو أخطأ في بعض الأمور. أخطأ في بعض الأمور. ولكن محمد صلاح بالنسبة لي هيفضل هو، حتى الأوروبيين قلدوه بالمناسبة. صحيح، هو في يا جماعة ليه الهجمة الشرسة دي على محمد صلاح؟ على فكرة من حق كل مصري ان هو ينتقد اداء محمد صلاح، اعمل اللي انت عايزه، انتقد اداءه جوه الملعب، انتقد تصرفاته في اللي اتعمل في موضوع عمرو ورده، ان هو واحد من الناس اللي كانت ساعدت على رجوع عمرو ورده مره اخرى بعد خروجه من المنتخب. انتقد الكلام ده، ولكن يظل محمد صلاح بالنسبه لنا هو واحد من، مش هنقول كلام تاني، مش هنضحك عليكم ونقول لكم كلام تاني. محمد صلاح بالنسبة لي وأعتقد بالنسبة للكثير من المصريين هو مثل وقدوة جيدة جدا جدا جدا. أنا الحقيقة شفت له نزل صورة من كام يوم، فشفت التعليقات اللي عليها بجد زعلت جدا، زعلت جدا. انتقد، أنا ما بقولش ما تنتقدش، ولكن عندما تقارن رياض محرز مع محمد صلاح قارن ما بين الاتنين بالحق، قارن ما بين الاثنين بالحق. زي ما عندكش هو ما عندوش مشكله بالمناسبه، ومحدش عنده مشكله ان هي يتم المقارنه، لان ده لعيب كبير. رياض محرز ده لعيب كبير جدا، ولعيب انا شخصيا كعربي وك مصري بفتخر بيه، بفتخر برياض محرز. لما بسافر فرنسا ولما بكون في اي حته بره مصر بفتخر ان رياض محرز ده من العربي، جزائري عربي، وبقول لهم عندنا محمد صلاح وعندنا رياض محرز.
ايه المشكله لما يبقى عندنا الاثنين؟ ايه المشكله؟ مقارنتهم مع بعض قارن وقول ارقام وقول كذا وقول كذا. هو رياض محرز لما خسر البطوله السابقه مع الجزائر وخرجوا من الدور الاول اعتقد او من دور ال 16 برضه، هي الدور الاول من الدور الاول الناس قامت عليه شويه وخلاص، ولكن الجزائريين وقفوا في ظهره، فضلوا واقفين في ظهره، وتحرك من النادي ده وراح من ليستر سيتي راح لمانشستر سيتي وبيؤدي، ما بيلعبش بشكل مستمر ولكن بيؤدي بشكل جيد، لما بيلعب بيؤدي بشكل رائع مع المنتخب الجزائري هذا الموسم. احنا محمد صلاح ده واحد مننا وهيفضل دايما واحد مننا. اخطا محمد اخطا في واحد اتنين تلاته، نقول اخطا في موضوع عمرو ورده، ما كانش المستوى اللي احنا متوقعين منه في مباريات كاس الامم الافريقيه، ولكن كان هناك اسباب كثيره، ولكن اخطا في حاجات. في النهايه خلاص اخطا، هنقول له انت اخطات، هيتعلم من الدرس، ولكن يظل محمد صلاح بالنسبه لنا هو فخر المصريين وفخر العرب. ده مهم جدا بالنسبه لي ان انا كنت اقوله لحضراتكم، لانه موضوع هام جدا. وخشوا كده على تعليقات اللي مكتوبه على صوره محمد صلاح لما بيجي ينزل صوره ليه، وشوفوا التعليقات اللي مكتوبه ايه. هتزعلوا، في ناس كتيره هتزعل من التعليقات اللي مكتوبه على اي صوره محمد بينزلها هذه الايام. هو مين اللي جاب ضربه الجزاء في كاس العالم؟ مين اللي عنده اعصاب وبيحب بلده عشان يخش في ضربه جزاء زي دي في وقت زي ده؟ يا جماعه خلينا نفتكر الكويس وننتقد السيء. هو اتحمل مسؤوليه كبيره، شعب 104 مليون، محدش بيتكلم عن في المنتخب المصري غير عن محمد صلاح، ولما تالق تريزيجيه شويه ومحمد الشناوي وطارق حامد. بصراحه الاربعه دول هم بالنسبه للناس كانت بتعرفهم وبتتكلم عليهم بالاسم. فجماعه رفقا بمحمد ننتقده ونقول له انت اخطات في ايه يا محمد يا صلاح؟ اخطات في واحد اتنين تلاته، من فضلك ما تدخلش نفسك في الحاجات دي، عندك كابتن فريق، عندك مدير منتخب، عندك كذا، ما تدخلش نفسك في الحاجات دي الا لما تبقى كابتن المنتخب، من حقك ساعتها ان انت تتدخل، وتتدخل في الصح مش في الغلط. هو ده اللي نقدر نقوله لمحمد. لكن يا جماعه محمد الفتره اللي فاتت دي بالفعل، شوفوا على التعليقات اللي مكتوبه ايه، التعليقات اللي مكتوبه من مصريين كتير جدا. فمن فضل حضراتكم، انا بقول رايي طبعا، وفي الاخر الراي راي الجمهور المصري بالكامل. يعني محمد صلاح ياما فرحنا، زعلنا شويه منه في بطوله الامم الافريقيه، زعلنا منه جدا في بطوله الامم الافريقيه، لكن خلاص تمام، هنقف معاه وهنرجع نشجع، وبنشجع محمد صلاح بيلعب في ليفربول، بيلعب في روما. هو انتوا ناسيين يا جماعه مباريات ليفربول كان بيبقى الشوارع فاضيه ازاي، والقهاوي والكافيهات كلها مفتوحه ازاي، وكل الناس قاعده عليها؟ افتكروا الحاجات الحلوه او الحاجات الايجابيه قبل ما نتكلم في الحاجات السلبيه، لكن ننتقده ونتكلم ايضا في الحاجات السلبيه. هو هيتقبل هذا الموضوع، وهيتقبل من الجمهور المصري اللي حط محمد صلاح في السماء. الجمهور المصري هو اللي حط محمد صلاح في السماء، فعشان كده هيتقبل منه، ولكن بهدوء كده وبشهامة المصريين. أنا آسف طولت على حضراتكم في هذا الموضوع أيضا، لكن الموضوعين دول كنت لازم أتكلم فيهم مع حضراتكم، لأنهم موضوعين مهمين جدا جدا جدا. خدوا بالكم الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا، مباريات البطولة الأفريقية سوف تنتهي، بطولة الأمم الأفريقية إن شاء الله يوم الجمعة بالليل تنتهي هذه البطولة، ابتداء من يوم السبت بقى هنبتدي نفكر في الدوري العام الماضي السابق اللي هنلعب لسه فيه مباراتين، يوم 24 ويوم 28، يوم 24 مع المقاولين العرب، ويوم 28 مع نادي الزمالك، ونشوف بقى ايه اللي هيحصل في المباراتين دول، وان شاء الله يستطيع النادي الاهلي ان يفوز في كأس الأمم، ايه بقى خلاص في الدوري العام المصري. وزي ما قلت لكم مش عايز حضراتكم تقلقوا ابدا ابدا ابدا، الفترة القادمة مستوى طموحكم اللي زاد جدا ودائما زايد مع النادي الاهلي، مستوى طموح حضراتكم كجمهور
صدقوني اللعيبه اللي جايه هتيجي على مستوى طموح حضراتكم كجمهور، فما تقلقوش. طيب نيجيريا في المركز الثالث وتونس في المركز الرابع، ايه اللي هيحصل او ايه اللي حصل في هذه المباراه؟ ايه اللي هيحصل في مباراه يوم الجمعه القادم ما بين الجزائر والسنغال؟ من سيستطيع ان يفوز؟ ارقام واحصاءات كثيره جدا عن هذه المباراه. اخر حاجه قبل بس ما استقبل كابتن احمد، دكتور احمد ثابت، امبارح كابتن هاني رمزي طلع تصريحات كثيره جدا بالفيديو وكتبت على في الجول الحقيقه يعني، وطبعا موقع محترم جدا عامل فيديو جايب تصريحات. بعديها بشويه لقينا تيتو جارسيا المدرب العام طلع رد على الكابتن هاني رمزي، ولقينا كابتن احمد المحمدي كابتن منتخبنا الوطني رد على الكابتن هاني رمزي وقال لك انا يعني انا مش هرد على كابتن هاني رمزي لان انا تاريخي، تاريخ احمد المحمدي يعني اكبر من تاريخ كابتن هاني رمزي. النهايه دي، النهايه اللي حضراتكم شايفينها دي، او يعني الكلام اللي حضراتكم شايفينه ده تليق بالمنتخب ده، وجهه نظري او ده اللي انا شايفه. النهايه او الكلام اللي بيتقال ده يليق بالمنتخب اللي خرج من دور ال 16. هو ده اللي انا اقدر اقوله في الموضوع ده. كل اللي انا بطلبه من كابتن المنتخب، للاسف الشديد كابتن المنتخب، ومن ايضا المدرب العام للمنتخب، من فضل حضراتكم، وسواء تيتو جارسيا برضه، بس تيتو جارسيا قال الكلمتين وهيسافر، ما مش عارفين هيجي تاني ولا مش هيجي، فهيسافر يعني. ف كابتن هاني رمزي، كابتن احمد المحمدي، من فضل حضراتكم اسكتوا، اسكتوا بقى، عيب الكلام ده ما يتقالش، الكلام ده مش وقته دلوقتي ان هو حد يتكلم فيه، وده يطلع يرد على ده، وده يطلع يرد على ده، وده يطلع يرد على ده. كابتن هاني رمزي قال حقوق، قال حاجات حقيقية حصلت، لكن ينفع ما ينفعش يطلع كل حد شوية يرد على التاني، وبعد كده نشوف فلان رد وعلان رد وترتان رد، ما ينفعش. ولكن النهاية دي تليق بالمنتخب اللي خرج بهذا الشكل. خلينا نطلع فاصل، وبعد كده هنطلع بعد هذا الفاصل هنستقبل دكتور احمد ثابت، هنتكلم عن اهم الارقام والاحصاءات في مباراه نيجيريا وتونس وفوز نيجيريا بالمركز الثالث وللاسف خساره تونس للمركز الثالث. هو مركز شرفي ولكن كان مركز مهم جدا بالنسبه لنا كعرب. في النهايه نيجيريا بتبقى في المركز الثالث، تونس في المركز الرابع، وبعد كده أيضا هنتكلم عن السنغال والجزائر ومن يستطيع أن يفوز في هذا النهائي الحلم. منتخب الجزائر سيواجه منتخب السنغال. بعد الفاصل دكتور أحمد ثابت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، فقره الاحصاءات والارقام الخاصه بمباراه الثالث والرابع وايضا مباراه الدور النهائي. دكتور احمد ثابت، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام، تحياتي لحضرتك. الله يخليك. يعني دكتور احمد، اتفرجت على مباراه نيجيريا وتونس، فيها ما اعتقدش فيها حاجات كتير يعني. ايوه، هي يعني ترجمه للكلام اللي كان بيتقال يعني او للكلام طوال الحلقات اللي فاتت، ان تونس يمكن هي تونس حظها حلو ان طريقها كان سهل عشان كده وصلت لنص النهائي. تونس يعني تعتبر ما قدمتش الاداء الكبير على مدار البطوله، يمكن نوعا ما الاداء اتحسن شويه في المباراه الاخيره، تحديدا مباراه السنغال النهارده الاداء اقل بكتير، ولكن المدرب برضو بتاعهم ألان جريس يعني رغم ان هو بدا البطوله بشكل سيء جدا ولكن خبراته ساعدته في التحسن في المباريات الاخيره من المباراه للتانيه. ولكن في لعيب في منتخب تونس هو اللي يستحق فعلا التحيه، وهاب الخزري. وهاب الخزري مفيش غيره. وهاب الخزري حتى لو شفنا ارقامه هنلاقي ان هو يمكن اكتر لعيب في منتخب تونس صنع فرص. ارقامه هنلاقي ان هو اكتر لعيب في المنتخب قدامنا على الشاشه، هو لعب 7 مباريات، هو اللعيب الوحيد او يعني يعتبر اللعيب افضل لاعب تونسي في كاس الامم الافريقيه. احرز هدف واحد في 7 مباريات، صنع هدف، اكتر من صنع فرص لزملائه في البطوله، اكتر لعيب صنع فرص في البطوله كلها وهاب الخزري 20 فرصه، اكتر من قام بمحاولات على المرمى في منتخب تونس 19 محاوله بنسبه نجاح 31.5%، واكتر لعيب في المنتخب تونس كان بيحصل على فاولات او اخطاء برضه حوالين منطقه الجزاء بياخد فاولين في الماتش الواحد. اذا وهاب الخزري هو الافضل
على المستوى الرقمي وعلى المستوى الفني وعلى مستوى الاداء في منتخب تونس، هو الوحيد اللي يعتبر يستحق التحيه، تحيه كبيره طبعا لمنتخب تونس، وهاب الخزري لعيب سانت تيان الفرنسي. منتخب نيجيريا دي يمكن المره الثامنه في تاريخهم اللي بيوصلوا فيها للمركز الثالث في كاس الامم الافريقيه. أيوة. المره الثامنه. يمكن ايجالو النهارده بيتصدر، اللي قدامنا على الصوره ايجالو، ده احتفاله يمكن بعد الهدف. ايجالو هو بيتصدر قائمه الهدافين برصيد 5 اهداف من اول مره منذ دورات كثيره، من اول من 2010. من ايام محمد ناجي جده ما فيش لعيب في كاس الامم جاب 10 اهداف، جاب 5 اهداف. ايجالو جاب النهارده الهدف الخامس وبيقترب من جائزه هداف كاس الامم الافريقيه. يمكن منتخب نيجيريا بصراحه منتخب قوي، منتخب عنده شخصيه في الملعب، منتخب بيجيد اللعب على التفاصيل الصغيره. كان النهارده خلصوا المباراه في اول دقيقتين بخطا استغلال خطا، ده برضو ذكاء او شخصيه. على الجانب الثاني منتخب تونس عانى من ضعف حراسه المرمى في البطوله. مشكله ان انت بتلعب المنتخب الوحيد في البطوله اللاعب عنده 3 حراس، المعز حسن وفاروق المصطفى، والنهارده معز بن شرفيه بيكمل سلسله الاخطاء. يمكن هم دخل شباكهم على مدار البطوله منتخب تونس 5 اهداف، منهم 4 متسببين اهداف ذاتيه. يعني حتى النهارده يعتبر من الاهداف الذاتيه اللي هو الهدف الخطا، برضه خطا غريب. فده يعني اخطاء مدافعين غريبه، اخطاء حراسه مرمى غريبه. يمكن تونس برضه على مدار كاس الامم من فتره طويله قوي يعني حوالي يعني استقبلوا اهداف كتير، يمكن هم ماتشين بس اللي خرجوا بيهم بكلين شيت، وده بياكد ان تونس عانت على المستوى الدفاعي، ولكن على المستوى الهجومي ما كانش فيهم غير وهبي الخزري. اما منتخب نيجيريا منتخب متمرس، منتخب بيلعب بيه 4-2-3-1، منتخب برضه تطور لما بدا يلعب بيه ايوبي كصانع العاب، لما دخل ايوبي كصانع العاب وايجاله النهارده جايب الهدف الخامس ليه وعنده اسيست، يعني مساهم في 6 اهداف، وفي التصفيات كان مساهم في 7، يعني ايجاله جايب 7 اهداف في التصفيات كمان و5، يعني مساهم في 12 هدف غير الاسيست، مسجل 12 هدف مع منتخب نيجيريا، يعتبر حاليا احسن مهاجم على مستوى القاره الافريقيه ايجالو تحديدا بالاهداف اللي بيجيبها مع المنتخب سواء في التصفيات او في البطوله. ايوبي، صامويل شيكيزوي، احمد موسى. ايوبي الحقيقه يعني بعيد خالص يعني. بس قدم برضه نوعا ما احسن من يعني معدل صناعته الفرص 11 فرصه، هو مش نفس مستواه اللي مع الارسنال في كتير من الفترات، ولكن يعتبر اداء يعني جيد نوعا ما من ايوبي. لكن ويلفريد نديدي قدم بطوله كويسه جدا، لعيب الارتكاز، من افضل اللاعبين في الارتكاز. وايتوبو عندهم برضو مشكله في حراسه المرمى، ان هو ساعات يبدا بدانيال اكيبي، ساعات باوزوهو، دي النقطه الوحيده اللي يمكن يعني منتخب نيجيريا انا شايفه انه منتخب قادم، يعني المنتخب ده ممكن تشوفه في كاس الامم الجاي بينافس على اللقب، بيوصل كاس عالم، هم على طول بيوصلوا كاس عالم بينافسوا على اللقب. فمنتخب شرس، منتخب جاي، عندهم بعض نقاط الضعف في العمق، مشكله العمق الدفاعي، والمشكله الثانيه حراسه المرمى. يمكن احنا حافظنا منتخب نيجيريا على مدار حتى لما لعبناهم، دي مشكلتهم العمق الدفاعي ومشكله حراسه المرمى، ولكن منتخب نيجيريا النهارده بيتوج للمره الثامنه، يمكن دي حاجه يعني بيستحقوا فيها التحيه يعني. تمام. افضل حاجه او افضل لاعب لفت نظرك في المنتخب التونسي قلنا وهبي الخزري طبعا، وفي المنتخب النيجيري ايجالو. ايجالو طبعا، ايجالو يعني واحد من ده افضل لاعب وده افضل لاعب. افضل لاعب ان احنا نراهم بياخد افضل لاعب في البطوله واحد فيهم صعب، لان صعب. لان الافضل لاعب في البطوله هتروح لحد من النهائي، من النهائي اكيد. لكن في ممكن يخش في التشكيله المثاليه، يعني وهبي الخزري يستحق يخش في التشكيله المثاليه. ويجاله مفيش مهاجم جاب عدد الاهداف. أيوة. يعني احنا حتى لما نعرض ارقام مهاجم هنا الجزائر والسنغال هنلاقي ان هم ضيعوا فرص كتير جدا. على عكس ايجالو، ايجالو الميزه الوحيد يعني. طيب. انا بشيد بايجالو ليه؟ لان ايجالو الفينش بتاعه عالي قوي، ما بيروحش على الجون كتير، او بيروح مثلا 7 أو 8 محاولات على مدار البطوله، ولكن مسجل منهم 5، فالفينش بتاعه مميز ايجالو. تمام. طيب خلينا بقى نروح للمباراه الاهم، وهي مباراه المركز الاول والمركز الثاني، او ختام البطوله الحقيقه، ختام هذه البطوله. الكل ينتظر ختام رائع طبعا من الناحيه التنظيميه كالعاده وكل شيء، ولكن الكل ينتظر المنتخب الجزائري ضد المنتخب السنغالي. ومن وجهه نظري ان الواقعيه في هذه البطوله هي السيده في بطوله كاس امم مصر 2019، لانه من اول يوم والناس كلها تقريبا اجمعت على، او كل الخبراء الرياضيين اجمعوا على ان الجزائر والسنغال هما افضل منتخبين ويستحقا الوصول النهائي. بالفعل تاكيدا لكلام حضرتك، اكتر منتخبين راحوا عملوا صنعوا فرص، واكتر منتخبين اهدروا فرص. منتخب الجزائر رقم 1، منتخب السنغال رقم 2. اذا تاكيد ان البطوله كانت عادله بالنسبه للاثنين، الاثنين اقوى منتخبين في البطوله هم الجزائر والسنغال، هم اللي وصلوا نهائي. يمكن انا شايف ان المباراه دي هيفصل فيها بعض التفاصيل الصغيره، التفصيله الصغيره هي اللي هتفرق في مباراه زي النهائي دي.
يعني ضربه ركنيه، ضربه ثابته، خطا من مدافع، الحاجات دي هي اللي هتحسم المباراه، زي ما شفنا مثلا رياض محرز في المباراه اللي فاتت خلص بضربه ثابته. يمكن لو شفنا بقى الارقام بتاعت رياض محرز وساديو ماني، نجم الفرقه هنا ونجم الفرقه هنا، يمكن ده اللي يعني اللي هياخد البطوله او اللي هيساهم في الفرقه هو اللي هياخد، اللي هيقترب طبعا من افضل لاعب في البطوله وهينافس بقوه على افضل لاعب في افريقيا، سواء رياض محرز او ساديو ماني. هنبص نلاقي ان رياض محرز لعب 6 مباريات، ساديو ماني لعب 5 مباريات. رياض محرز مسجل 3 وساديو ماني مسجل 3، الاثنين متساويين في عدد الاهداف. صنع اهداف اسيست ساديو ماني بيتفوق. صنع فرص لزملائه الاثنين متساويين، صنعوا 4 فرص. بالنسبه للمراوغات الناجحه ساديو ماني 20 مراوغه ناجحه، هو الاعلى مراوغات ناجحه في البطوله. بالنسبه للرقم 20 مراوغه ناجحه. المحاولات على المرمى رياض محرز راح على الجون اكتر 12 محاوله، ساديو ماني 11، الاثنين المحاولات الصحيحه على المرمى بتاعتهم 6، اثنين متساويين. نيجي بقى لأهدر فرص محققة، هنلاقي إن ساديو ماني ضيع 5 فرص. رقم كبير، تاني أكتر لعيب في البطولة مضيع فرص، لكن رياض محرز مضيع فرصة واحدة بس. دقة التمريرات يعني متقاربة 75-77، نسبة الفوز بالالتحامات متقاربة، إذن الأرقام متقاربة جدا ما بين رياض محرز وساديو ماني، الحاجة الوحيدة بس اللي فارق فيها ساديو ماني وهي المراوغات الناجحة اللي هو الحل الفردي في الواحد على واحد. دي الحاجة الوحيدة اللي متفوق فيها ساديو ماني على رياض محرز بفارق. لكن طيب. الارقام بتاكد ان الاثنين متقاربين جدا، الاثنين متقاربين جدا في كل شيء الحياه. طيب خلينا نروح بقى للغز بالنسبه لي، نيانج ده راس حربه السنغال. راس حربه بيلعب في المنتخب السنغالي حواليه ساديو ماني وحواليه بقيه اللاعبين الجامدين جدا في المنتخب السنغالي، في نفس الوقت من اقل رؤوس الحربه اللي الواحد شافهم في حياته يمكن، ومع ذلك بيلعب دائما وبشكل مستمر. ايه السر؟ هو محطه قوي جدا بدنيا فقط، هو بيحب اللي هو اليو سيسي فكره ان انا عايز انزل مهاجم قوي بدنيا يضرب في الدفاع يتعبهم بدنيا وينزل ديني اللي هو لوكاس ديني الشوط الثاني. لكن انا شايف متفق مع حضرتك ان نيانج يمكن مهاجم قليل جدا على السنغال بالارقام، في باص الكره بتجيله وساعات ما بيعرفش يرجعها. انا بحس ان هو يعني صعب جدا. انا يعني نبص في الارقام، هو المهاجم ما سجلش ولا هدف. مهاجم السنغال ما سجلش ولا هجم ولا هدف في البطوله، 6 مباريات ما سجلش ولا هدف، لكن بغداد بنجاح 6 مباريات مسجل هدف، صنع اهداف الاثنين عاملين اسيست 1، صنع فرص لزملائه بغداد بنجاح اكتر صنع 5 فرص، لكن نيانج صنع 3 فرص. عدد المحاولات على المرمى 18 محاوله بغداد بنجاح 17 نيانج. بص بقى حضرتك على الرقم، الرقمين اللي جايين دول مهمين جدا جدا جدا. عدد المحاولات الصحيحة على المرمى للاثنين، بغداد بنجاح 4 بس من 18، نيانج 4 بس من 17. بغداد بنجاح مضيع كام فرصة؟ 7 فرص، أكتر لعيب في البطولة مضيع فرص بغداد بنجاح، ونيانج مضيع 3 فرص. ده بيأكد إيه؟ إن الاثنين الفراودة، بغداد بنجاح مهاجم ذو قيمة كبيرة جدا ومميز جدا بالضغط العالي والدور الدفاعي برضه مهم جدا وبيروح على الجون كتير وبيعرف يتحرك بشكل مميز قوي، ولكن عنده سوء توفيق في البطوله. على مدار البطوله ما شفناش اللي هو المهاجم اللي الفينش بتاعه عالي في الفرق كلها، في المنتخبات كلها ما كانش فيه مهاجم اللي هو الفينش بتاعه قوي الا ايجالو في نيجيريا. يعني لما تتكلم في بغداد بنجاح اكتر لعيب مضيع 7 فرص كتير جدا، نيانج مضيع 3 فرص، المراوغات الناجحه الاثنين متقاربين، الالتحامات الثنائيه الاثنين متقاربين. لكن لما لعيب زي بغداد بنجاح يروح على الجون 18 مره منهم 4 بس صح، ونيانج 17 منهم 4 بس صح، ده برضو بياكد ان حاجه غريبه جدا، المستوى الفينش قليل جدا عند الاثنين المهاجمين. يوسف البلايلي، يوسف البلايلي وكيتا بلدي، واحد من اهم 2 لعيبه الحقيقه. انا بعتبرهم بعد رياض وساديو ماني اهم 2 لعيبه، سواء يوسف البلايلي او كيتا بلدي. يوسف البلايلي يستحق ينافس على جائزه افضل لاعب في البطوله، هو اللعيب يعني المهدور حقه اعلاميا. يمكن رياض محرز طبعا الاضواء ليه لانه هو الاكثر تاثير، ولكن انا بشوف ان يوسف البلايلي بالارقام هنلاقي ان هو من اهم اللعيبه في البطوله. لو عملنا مقارنه ما بينه وما بين كيتا بلدي، يمكن هو مسجل هدفين يوسف البلايلي، طبعا كيتا بلدي مسجل هدف واحد بس. بس نركز تحديدا على ارقام يوسف البلايلي لانه موجود في قائمه الاكثر صناعه للفرص في البطوله. يعني الثاني بعد وهب الخزري، هو الثاني يوسف البلايلي 14 فرصه. موجود في قائمه الاكثر مراوغات ناجحه في البطوله 13 مراوغه. نسبه نجاحه في المراوغات 48%. موجود في قائمه الاكثر محاولات على المرمى في البطوله 8 محاولات ب 62.5%. موجود في قائمه الاكثر الفوز بالتحامات 45 بنسبة نجاح 51%. إذا أرقام يوسف البلايلي بتأكد إن هو يستحق ينافس على جائزة أفضل لاعب طبعا مع ساديو ماني ومع
رياض محرز، لكن كيتا بالدي ارقامه قليله جدا، يمكن احرز هدف واحد بس، صنع اربع فرص بس. انا بيظهر بمستواه الحقيقه، بس هو واحد من اهم اللعيبه، هو المهم يظهر بمستواه، يعني مش عايزينه يظهر في مستوى بكره، لكن انا اقصد ان او يوم الجمعه يعني، ولكن الاهم ان هو يظهر بالنسبه له، يعني ان هو يظهر بمستوى جيد في المباراه. انا بشوف كيتا بالدي بيظهر في الفرق اللي هي يعني لما بيروح الفرق الاقل شويه، اللي هي بتلعب على الهجمه المرتده. لما كان بيلعب في الفرق في الدوري الايطالي، لما بيلعب على الهجمه المرتده كان بيبقى فيه مساحات وسرعات، عكس لما بيلعب مع منتخب السنغال. منتخب السنغال هو اللي بينزل فارض شخصيته زي النادي الاهلي كده، بينزل بيفرض شخصيته على اي فرقه، فبتبقى المساحات قليله. فكيتا بالدي محتاج الفرقه اللي هي بتبقى يعني بيظهر اكتر مع الفرقه اللي هي بتبقى اقل، عشان بيبقى فيه مساحات وفي هجمه مرتده. طيب يعني مقارنه ما بين كوليبالي وجمال بالعمري، لكن خلاص كوليبالي مش هيلعب، بس هتفرق هتفرق بقى ان دول احسن اثنين مدافعين دلوقتي في افريقيا في البطوله. مقارنه مهمه جدا جدا في حاجه هتبين لحضرتك دور كوليبالي مع الفرقه. ده كوليبالي، لا اصل كوليبالي ده اغلى، لا اغلى اغلى مدافع في البطوله، ممكن يبقى اغلى مدافع في العالم كمان في البطوله. فان دايك يعني، لا ما هو دلوقتي فان دايك في العالم فان دايك، بس هو في احتمال كبير ان هو ينتقل الى ريال مدريد بمبلغ يفوق ال 80 مليون يورو، وبالتالي ممكن جدا يكون افضل مدافع في العالم، اغلى مدافع في العالم طبعا. وهو حاليا مدافع نابولي 58 مليون، رقم كبير. يمكن ارقامه ان هو لعب 6 مباريات، في الست مباريات اللي لعبهم منهم 5 شباك نظيفه في ظل وجوده. جمال بالعمري مدافع الجزائر برضو واحد من افضل المدافعين في البطوله، هما الاثنين يستحقوا التحيه على البطوله، وبالتاكيد الفريق البطوله هيبقى فيه الاثنين دول، الاثنين المساكين دول. يمكن جمال بالعمري الشباك نظيفه 3 في 5 مباريات. يوسف الطحال، يوسف عطال الباك اليمين، بس هو باك يمين يوسف عطال. ايوه انا بقول لك، واعتقد ان هو طبعا يوسف عطال لانه واحد من افضل اللاعبين، وطبعا حظ الجزائر وحش ان هو مش هيبقى موجود في المباراتين طبعا، لكن لكن كقلبين دفاع، جمال بالعمري ناحيه الشمال وخليد كوليبالي ناحيه اليمين. هنبص بقى على الارقام، هنلاقي ان هو شتت الكره اكتر، 21 و18 طبعا الاثنين ارقامهم كبيره يعني. تدخلات دفاعيه 7-4، تاكلينج الصحيح هو جمال بالعمري الاكتر، هو مميز بحته التاكلينج الصحيح. نبص بقى على الرقم اللي هو المميز قوي 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 عند خليد كوليبالي اللي هيفتقده منتخب السنغال في النهائي. خليد كوليبالي عامل 90 تمريره طوليه، 90 لونج باص في 6 مباريات، رقم كبير جدا. فده يعني نسبه دقه التمريرات بتاعته واصله للنص 52%، فده بياكد هل يعني لما نبص هنا دلوقتي هم بيلعبوا بالاربعه اللي ورا، خليد كوليبالي وشيخو كوياتي، لما يجي كوليبالي ما يكونش موجود مين اللي هيحضر الهجمه؟ هم عندهم شيخو كوياتي وسليف سانيه، وبالتالي الاثنين طبعا مش على مستوى تحضير الهجمه بتاع خليل وكوليبالي يعني الاثنين، فدي هتبقى مشكله عند منتخب السنغال. سهل جدا ان بغداد بنجاح يعمل عليهم عمليه الضغط ويغلطهم، سواء سليف سانيه او شيخو كوياتي. هل مدرب جمال بالماضي هيفكر ان هو يقرب مثلا من سليف سانيه زي ما عمل مع خليل وكوليبالي ومنع ان هو يبني الهجمه، فسليف سانيه هو الاقوى شويه من شيخو كوياتي فيبدا يقرب منه؟ انا اعتقد ان يعني بغداد بنجاح لما يضغط على الاثنين هيغلط الاثنين. ده عندهم ده مشكله كبيره جدا في واجهه المنتخب السنغالي في المباراه القادمه، تحديدا لعدم وجود كوليبالي. وخد بالك شيخ سنين شيخو كوياتي، شيخ كوياتي هيبقى موجود، لكن ده مش مكانه اساسا، ده ارتكاز، يعني هو اساسا ارتكازه مرجعه مكان اللي اتصاب في الاول اسمه ايه، اللي سليف سنين فهي فعندك انت يبقى عندك اثنين ما بيلعبوش في استوبارات اساسا. بس سليف سنين اصلا مساك كويس يعني، بيلعب في شالكه الالماني، هو يعتبر الافضل شويه من شيخو كوياتي بس، فطبعا دي هتعمل مشكله كبيره جدا. بغداد بنجاح ده انت بتنصح ان هم يضغطوا على الاثنين؟ يضغطوا طبعا، لان هيبقى في انت برضو مشكله تحضير الهجمه، خاصه ان حارس السنغال على مستوى تحضير الهجمه مش عالي، مش عالي قوي صح، فدي هتعمل مشكله كبيره في حته بناء الهجمه لمنتخب السنغال، وهيغلطهم بغداد بنجاح. طيب هنري سافي واسماعيل بن ناصر، الاثنين دول برضو، خصوصا اسماعيل بن ناصر، اسماعيل بن ناصر ابهرني في البطوله دي. الاثنين يعتبروا بيكملوا يعني، اثنين لعيبه وسط بوكس تو بوكس بيكملوا لقدام، الاثنين عندهم الميزه دي. يمكن اسماعيل بن ناصر لعب 6 مباريات عنده 2 اسيست، هنري سافي لعب 5 مباريات ولا اسيست، بس صنع فرص اكتر من اسماعيل بن ناصر، صنع 9 اسماعيل بن ناصر 6. التمريرات الطوليه عند هنري سافي 17 اسماعيل بن ناصر 12. المراوغات الناجحه عند اسماعيل بن ناصر اعلى، هو لعيب حريف عنده 16 مراوغه ناجحه، وده من اللعيب من اكتر اللعيبه في البطوله اللي عامله مراوغات ناجحه، برضه مع ساديو ماني يمكن اكتر لعيب في منتخب الجزائر يعتبر كده 16 مراوغه ناجحه. هنري سافي يعني هو مش مهاري زي اسماعيل بن ناصر، عامل 2 مراوغه ناجحه بس، ولكن هو مميز اكتر بصناعه الفرص ولعيب جماعي وبيسدد الضربات الثابته،
حتى كمان يمكن هو في ضربه الجزاء الاخيره هو يعتبر ثاني واحد متخصص في ضربات الثابته، ولكن هو ضربات الجزاء ولكن هو ضيعها في الماتش الاخير. بالنسبه للفوز بالالتحامات الفوز بالالتحامات هنلاقي ان اسماعيل بن ناصر فاز ب 35 التحام. اذا اسماعيل بن ناصر اعلى في الفوز بالالتحامات، اعلى في المراوغات الناجحه، اعلى في التدخلات الدفاعيه، واعلى في الاسيست. ولكن هنري سافيه برضو ارقامه قويه، يعني الاثنين يعتبروا راح ميلان، لا الميلان خلاص هو هيخش تشكيله البطوله اكيد هيخش تشكيله البطوله. الجزائر هتلاقي معظم لاعبي المنتخب الجزائري في التشكيله الرئيسيه للبطوله. طيب خلينا نروح لمقارنه ما بين رئيس مبولحي والفريد جوميز حارس السنغال وحارس الجزائر. طبعا يمكن الحراسه الحارس الكبير دايما بيصنع الفارق لفريقه، زي ما شفنا محمد الشناوي صنع الفارق مع منتخب مصر، ففي مباراه زي دي نهائيه حارس المرمى هيفرق بشكل كبير جدا. يعني رئيس مبورحي خبره اكتر، عنده 33 سنه، لكن الفريد جوميز 25 سنة. وهو بالنسبه لي كان مفاجاه البطوله، لان هو اخذ في الاخر، يعني لعب اخر اربع مباريات بيلعب في سبال الايطالي، حارس برضه كبير، يمكن هو الحارس الوحيد في البطوله اللي ما دخلش فيه ولا هدف. اربع مباريات اربع كلين شيت، وده برضه هيفرق معاه غياب كولوبالي، ممكن يكسر الرقم ده. معدل التصديات في المباراه الواحده رئيس مبولحي لعب ست مباريات وحافظ على نظافه شباكه اربعه. معدل التصديات السيفز في المباراه الواحده هنلاقي ان 2.5 عند حارس السنغال و2.2 عند حارس الجزائر. أيوه. نسبه النجاح في التصديات 100% عند حارس السنغال وما دخلش فيه ولا هدف، رئيس مبولحي 87% ودخل فيه هدفين. لا بس لعب مباريات اكتر، مباريات اكتر، لعب ماتشين اكتر، سته. فده برضو بياكد ان لا الحارسين كبار، والحارسين يعني هيكون لهم دور كبير جدا في مباراه النهائي. مين الاقرب لحسم هذه البطوله من وجهه نظرك او بالارقام؟ الجزائر. الجزائر الاقرب. الجزائر اولا غياب كولوبالي هيفرق جدا مع السنغال. الجزائر عندهم روح اكتر، عندهم المدرب بتاعهم اعلى من اليو سيسي جمال بالماضي، لعب عليهم مباراه دور المجموعات بشكل مميز جدا، وعرف ان هو يخلي كولوبالي ما يحضرش الهجمه بشكل كويس، عارف ان هو يعمل عليهم ضغط عالي من بدري، هو عارف ان قدرات السنغال في القدرات الهجوميه اعلى من دفاعه، فيخليهم قدام احسن، فخليهم يضغط عليهم من قدام بحيث ان انت تمنع الضغط ان هو يجي لك، تمنعه من بدري. فده اللي عمله، واعتقد ان هو هيعمل كده تاني، برضه هيضغط عليهم ببغداد بنجاح، بيوسف البلايلي، عندهم رياض محرز، يوسف البلايلي، عندهم دكه اكتر، دكه افيد كمان، يعني تحس ان اليو سيسي ما بيعرفش يستخدم الاوراق برضه بشكل مميز زي جمال بالماضي، الاوراق الرابحه بتاعه دكه البدلاء، فدي يعني يمكن دي تدي له ميزه اكتر، جمال بالماضي عن اليو سيسي. انا شايف ان الجزائر اقرب لللقب لانهم عندهم روح، عندهم مدرب اقوى بكتير في التغييرات، في قرايه الملعب، عندهم عزيمه. يمكن برضه هم انا شايف ان يوسف عطال غيابه هيفرق، ليه؟ لان الناحيه دي ساديو ماني، فساديو ماني لما هيلعب عليه مهدي زيفان دي برضه هتبقى نقطه برضه لصالح السنغال. يعني زي ما قلنا ان غياب خليلو كولوبالي يفرق مع السنغال ولصالح الجزائر، غياب يوسف عطال ناحيه اليمين وهيلعب مكانه مهدي زيفان دي نقطه مهمه جدا لصالح ساديو ماني لما يقابل ثاني. احنا شفنا ساديو ماني حتى عمل ماتش كبير قوي على عطال، يوسف عطال، في مباراه دور المجموعات لما يلعب عليه مهدي زيفان، ولكن مهم جدا 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 لمنتخب الجزائر ان هو يخلي باله من لعبه. لا خد بالك كمان مشكله كبيره، لانه ساديو ماني بيلعب في نفس الناحيه اللي بيلعب فيها رياض محرز. بمعنى ايه؟ بمعنى ان رياض بيلعب ناحيه اليمين اللي هي مع يوسف، ما بيدافعش. وبالتالي وخلي بالك افضل حاجه في المنتخب السنغالي هي الناحيه الشمال، اللي هي يوسف سبالي وساديو ماني فهتبقى فيه لا شطرنج الماتش ده. وانا دي اللعبه اللي بقول لحضرتك عليها، ان ساديو ماني هيدخل يخش لجوه، ويوسف سبالي دايما يعني هيسحب معاه مهدي زيفان. دي اللعبه الوحيده اللي مهمه جدا. ليه بقى بيعملها من هنا تحديدا؟ عشان هو عارف ان رياض محرز مش هيرجع معاه كل ده، فدي هتفرق جدا. لازم ياخد باله السيرد باك او اللاعب رقم 6 او 8 اللي هو اسمه الديفندر، واحد من الاثنين الديفندرين لازم يبقى ميال كتير الناحيه اللي انت بتقول عليها دي. طبعا عدلان كاديورا. فدي نقطه مهمه جدا، دي النقطه الخطر الوحيد على منتخب الجزائر، هي النقطه دي، ان ساديو ماني يدخل للعمق وياخد معاه مهدي زيفان، والمساحه دي ينطلق فيها مين؟ اللي هو يوسف سبالي، ويسدد على رئيس مبولحي، خاصه مع غياب يوسف عطال. دي النقطه الوحيده اللي تقلق منها على منتخب الجزائر. ولكن من وجهه نظرك ان الجزائر هي الاقرب للوصول الى هذه، خاصه كمان مع الدعم الجماهيري اللي هيجي. مع الدعم الجماهيري هتلاقي الاستاد ان شاء الله مقفول، متقفل يعني، فاعتقد ان الجزائر هتكون اقرب ان شاء الله. تمام، كل التوفيق طبعا للمنتخب الجزائري والمنتخب السنغالي ان احنا نشوف مباراه كويسه ما بين الفريقين. الحقيقه بس عايز اقول لحضراتكم بعض الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي.
تأجيل مباراة الأهلي والبلاستيك ليوم الجمعة. كان من المفترض أن تقام مباراة غدا ما بين النادي الأهلي ونادي البلاستيك، مباراة ودية، ولكن تم تأجيلها ليوم الجمعة القادم بعد بكرة يعني إن شاء الله. كابتن سعد عبد الحفيظ بيقول الأهلي جاهز لمواجهتي المقاولون والزمالك. اعمل حسابك بقى لان احنا الفتره الجايه اهلي بس، هنقعد بقى ان الناس كلها بتبعت عايزين اهلي عايزين اهلي خلاص. ابتداء من يوم الجمعه ان شاء الله او من يوم السبت يعني هتبقى عندنا الحلقات كلها هتبقى او معظمها كلها عن النادي الاهلي وعن ارقام بقى اللعيبه ويعمل ايه وده مين وده فين والصفقات اللي جايه والصفقات اللي ماشيه والكلام ده كله. رمضان صبحي يخضع للفحص الطبي، يعني كان حاسس بشويه تعب كده وراح للفحص الطبي، طبيب الاهلي بيطمئن على المصابين. احلى حاجه عملها في حياته الكاف او احمد ده قبل ما يمشي او هيكمل بصراحه، الكاف بيعلن اقامه نهائي دوري الابطال والكونفدراليه من مباراه واحده، حاجه بالنسبه لنا رائعه حقيقه يعني، على الرغم من ان احنا خدنا معظم بطولاتنا من الملاعب الاخرى، ولكن هي بالنسبه لي حاجه جيده. انفانتينو رئيس الفيفا بيزور المتحف المصري، ولن نسيطر على الكاف ومهمه فاطمه سموره تحسين الاداء، ده ايضا انفانتينو. عقوبات مع ايقاف التنفيذ ضد الجزائر بسبب سلوك الجمهور باستاد القاهره، زي ما حضراتكم عرفتوا يعني كان هناك بعض السلوك الغير رياضي من بعض الجماهير الجزائريه، ولكن تم ترحيلهم، واعتقد ان سوف تكون هناك ايقافات خلال الفتره القادمه على المنتخب الجزائري. مشجع وصل القاهره من زيمبابوي سيرا على الاقدام، تم تكريمه من قبل رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم احمد جاي من زيمبابوي لغايه هنا ماشي، ربنا يديله الصحه، هو عموما رفيع كده. بكره ان شاء الله في عموميه ساخنه للاتحاد الافريقي بمقاطعه تونسيه. دي كانت الاخبار اللي عندنا النهارده، ويعني زي ما حضراتكم سمعتوا من الدكتور احمد بعض الارقام والاحصاءات الخاصه بمباراه السنغال والجزائر، وايضا بعض الارقام الخاصه بمباراه تونس ونيجيريا على الرغم ان هي ما كانتش كتير يعني. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا يا ابو حميد، ان شاء الله بقى يوم الجمعه نعمل الحلقه بتاعه النهائي، وبعد كده بقى نبتدي بقى نعمل اللي احنا عايزينه كله في النادي الاهلي باذن الله. بالتوفيق طبعا الاول منتخب الجزائر في المباراه النهائيه، وبالتوفيق باذن الله النادي الاهلي الاسبوع الجاي، ونحسم اللقب بدري الدوري باذن الله. الحقيقه انا بشكرك جدا يا ابو حميد، لكن هنطلع تقرير دلوقتي، تقرير مهم جدا بالنسبه لي وبالنسبه لحضراتكم. لما يكون عندك قيمة كبيرة، واحد زي محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن، وعندك قيمة أخرى شابة وواعدة زي محمد فضل، لما يتم تكريمهم الحقيقة جهد كبير تم بذله خلال الفترة اللي فاتت، سواء من يناير اللي فات لغاية دلوقتي، سواء من محمد كامل أستاذ محمد كامل وكابتن محمد فضل، الاثنين دول عملوا مجهود كبير جدا جدا خلال الفتره السابقه. الحمد لله الواحد كان قريب من الاثنين جدا وبيحاول يشوف ده عمل ايه وده عمل ايه، ولكن صدقوني في حاجات كتيره جدا 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 من شهر واحد اللي فات لغايه النهارده اتعملت بسبب وجود محمد كامل اولا وكابتن محمد فضل ثانيا. الدوله بكل شيء كانت واقفه ورا الناس وكانت بتعمل كل حاجه، ولكن محمد كامل ومحمد فضل كان لهم دور كبير جدا جدا في المساعده في كل شيء، خصوصا زي ما قلت لحضراتكم محمد كامل. كل التحيه لهذا التكريم الحقيقه. نطلع نشوف تكريم على هامش بطوله كاس الامم الافريقيه، تكريم للاستاذ محمد كامل ولكابتن محمد فضل، وبعد هذا التكريم وبعد هذا التقرير هنرجع نستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد، النجم الكبير الكابتن ماهر همام، النجم الكبير الكابتن احمد بلال. بعد هذا التقرير مهم جدا ان حضراتكم تشوفوا التقرير ده، لان قد ايه عندنا كفاءات مصريه مهمه جدا 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 وبيتم تكريمها من قبل الاتحاد الافريقي على هامش هذه البطوله. نطلع نشوف التقرير وبعد كده نستقبل ضيوفنا الكبار. خلينا اقول لك بصراحه، اي حد في الدنيا اما بتعمل حاجه انت اما حد بيقول لك الله ينور انت تبقى مبسوط. برزنتيشن في الوقت ده محتاجه ده، والحمد لله اديت النهارده اديت لنا ده، اديت عملت النهارده حاجه انا بصراحه ما كنتش اتوقعها. هم قالوا لي تعالى ايفنت حضرتك تبقى معانا وحاجات كده، ما توقعتش هم هيكرموا برزنتيشن.
بامانه التكريم ده انا كنت محتاجه جدا، رجال البرزنتيشن كانوا محتاجينه، الشركه محتاجاه، لان احنا بجد تعبنا جدا، وحلمك بقى انك توصل يوم الجمعه باي طريقه يعني. الحمد لله اللي عملناه اخذنا رضا العالم، العالم كله بيتكلم عن التنظيم، مش عايز اقول لك كميه العروض اللي جايه البرزنتيشن لتنظيم احداث رياضيه في افريقيا وفي الوطن العربي قد ايه. الحمد لله يعني. مفيش انا ما بعملش حاجه، انا في الاخر راجل استراتيجيات، بعمل استراتيجيات، بعمل افكار، بعمل، لكن في الاخر في رجاله بتنفذ برزنتيشن اللي الناس بتعرفوش ولازم الناس تفخر بيه. برزنتيشن فيها احسن رجاله في مصر، احسن تيم موجود انا في وجهه نظري يعني، مع احترامي لكل الناس لكل الشركات، احسن تيم في مصر، والنهارده بقول لك احسن تيم في منطقه الشرق الاوسط. بعد اللي احنا عملناه في بطوله كاس افريقيا توتال 19، انت ممكن تلاقي اي حاجه واستنتج اي حاجه وتوقع كل حاجه. انا ما ينفعش اتكلم في الكوره، لكن اللي يفوز يفوز، نفسي في ماتش يخلص 3-3 وضربات جزاء ان شاء الله يعني. اهم حاجه عايز ماتش يبقى فيه كوره حلوه جدا، حفل افتتاح ان شاء الله، سيرموني حفل اختام، سيرموني بعد البطوله ان شاء الله. هنشوف ليله يوم الجمعه مصر حبات زي في مفاجات يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق باذن الله تعملوا نهائي ولا اروع. ربنا يخليك. قناه النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي طبعا. ده تكريم مش محمد فضل، ده تكريم للجنه المنظمه، تكريم للدوله. دي بطوله الدوله، وانا قلت الكلام ده من الاول، ومن اول يوم يمكن كان في انتقادات، يمكن الناس ما كانتش مصدقه بعد القرعه، وده كان اهم حاجه نشتغل عليه، ان انت يبقى انت الفيرست امبريشن او الانطباع الاول مش للمصريين فقط، للعالم. فالناس كلها طلعت بتتكلم، كل وكالات الانباء العالميه قالت ان القرعه تاريخيه، بقيت تشتغل، طموحك بيعلى. انا بتواجدي النهارده في شركه ايديتا، انا بشكر المهندس هاني بيرزي، بشكر احمد سامي طبعا اخويا، ان الناس دي صدقتني من اول يوم وانا بتكلم على الرؤيه نيابه عن اللجنه المنظمه، المهندس هاني بوريده طبعا، المهندس احمد مجاهد، دكتور مصطفى عزام، بقيت اعضاء اللجنه اللي تعبوا جدا وما بيناموش. فانت بتتكلم لما تيجي تنقل رؤيه والناس صدقك وتدعمك وتبقى واثقه فيك وتبتدي تشتغل تبقى شريك معاك، دي لوحدها نجاح، نجاح ليك ونجاح ونجاح للدوله. الدوله وفرت كل حاجه، شفت الملاعب عامله ازاي، السدات عامله ازاي، الانفراستراكشر بتاع الدوله لسه هتبني، الترانسبورتيشن، اكوموديشن، البرودكاستنج عامله ازاي، كل التفاصيل دي. هو ده الليجاسي، ده اللي انت سايبه، ده التراث اللي انت سايبه بعد كده. بعد كده عشان مش بعد كده وخلاص. هتبني عليه طيب؟ انت هتبني عليه غصبا عنك، هتبني عليه ده. اوروبي، كاس عالم ناشئين. هي دي بدايه. تعال بص على اللي بعديها، انت عاوز ايه؟ في الشورت تيرم بلان انت عملته وعملته صح عشان تعمل لونج تيرم بلان. هو ده اللي المفروض هيحصل باذن الله من خلال الدوله المصريه. اللجنه المنظمه بعد البطوله دورها بينتهي تماما، وبعد كده ده مشروع دوله فما تقلقش منه يعني. فانا شايف ان الحمد لله، والاهم خلي بالك احساس الشعب المصري بالفخر بعد الافتتاح ودلوقتي اثناء البطوله، ده مهم جدا، هو ده النجاح. تعبنا قوي، انت ممكن تتعب بس لو ما عندكش دعم ولا حاجه. فاحنا تعبنا قوي قوي، اشتغلنا بحب، لجنه منظمه، والشعب المصري ما صدقك بقى يساعدك، كله بالمؤسسات كلها بتساعدك، الامن. هتقول لي كل، ممكن اقعد اقول لك بقى كل بقى قطاعات بقى، اقول لك وزاره الطيران عملت ايه، ان دي اول مره تحصل، يبقى في صاله مخصصه صاله 4 لاستقبال الوفود، الناس دخلت، وزاره الداخليه، الشباب والرياضه، وزير الشباب والرياضه، وزاره الماليه، ممكن اقعد اقول لك بقى كل الوزارات، تكليف من السيد رئيس الجمهوريه، يبقى الموضوع انتهى. ده بطوله دوله، من الاول هدفنا ان احنا في البطوله، مدة البطولة، نوصل للعالم رسائل كتيرة جدا. الحمد لله نجحنا ان احنا وصلنا كل الرسائل تقريبا واكتر، قلنا من اول يوم. وحتى انا كان ليا حديث مع طبعا المهندس هاني بوريدة، وكان يعني كان تواجدي مع المهندس هاني بوريدة وزيرة السياحة، وقلنا ان احنا هنعمل دعاية اندايركت بمليارات. حصل. فاحنا ما بنفكرش في البطولة، احنا بنفكر لما بعد البطولة، نظام تذكرتي، نظام الفان اي دي، السكيورتي ميجرز، الفيس ريكوجنيشن في الاستادات. بص فكرنا في كل حاجه لما بعد البطوله مش البطوله فقط، وده الحمد لله حتى الان نجحنا فيه، ولسه مطالبين كدوله بحاجات اكتر ان شاء الله. هتلاقي كل حاجه ان شاء الله، طبعا هتلاقي كل حاجه. وبقول لك اللي انت زرعته في الشعب المصري، ان انت وريته دولتك تقدر تعمل ايه، وانت بيتحاسب بفخر. ممكن خلي بالك احنا شعب عاطفي، فانت ممكن تعلى وبعدين تنزل بسرعه. لا، انت بقالك فتره صدق وشوف وجرب، فانت خلاص بقت عندك ثقه. دورك ان انت خلاص هتمشي في التراك اللي اترسم، هو ده الدور.
فانا بوعدك باذن الله ان شاء الله يا رب الختام هيبقى مسك باذن الله. فاضل لعيب الكوره شايف الثالث والرابع ازاي وشايف النهائي كان ازاي؟ انا الاول نفسي ارجع العب كوره بالحاجات اللي موجوده دلوقتي. خلي حد يلعب لاعب ولا استاد. خلي بالك انت 100. انت عملت ملاعب التدريب، الاضاءات بقت 500 لاكسز عكس الاستادات بقت 2500. انت بتتكلم في حاجات لعيبه الكوره هترجع ما تدخل تلعب على ملاعب دي والاستادات. لا انت عامل ريكفري روم في كل الاستادات، عامل حاجه محترمه جدا والله العظيم. يعني كاس عالم، انت بتتكلم في كاس عالم. ناحيه فنيه مش هكلمك غير بعد ما اخلص البطوله، ارجع لمقاعد المحللين. لكن انا شايف ان الاربع فرق هم اكتر اربع فرق يستحقوا. كان نفسي يكون منتخب مصر، كان نفسي منتخب المغرب، بس منتخب المغرب الماتش الاخير اللي خرج ما كانش كويس. فانا شايف ان اربع فرق تستحق. ماتش نيجيريا وتونس هيبقى ماتش قوي، فرقتين محترمين، فرقه تونس عندها خبره، فرقه نيجيريا عندها امكانيات. عندك السنغال والجزائر، انا طبعا يعني في النص بصفتي مدير للبطوله. السلوجن اللي احنا اخترناه يور لاند يور هوم، لازم نكون في حته وسطيه، هي دي. احنا بنخاطب افريقيا كلها مش عرب فقط. منتخب الجزائر منتخب قوي جدا جدا، منتخب السنغال عنده عناصر قويه جدا. كره القدم اللي هيحترم المنافس باليوم ده هو اللي ياخد البطوله. نتمنى ان شاء الله يبقى ختمها مسك باذن الله. الحمد لله طبعا لما الواحد بيقول لك كلمه حلوه بتفرق معاك جدا، ومش شرط ان هي تبقى حقيقه او تتحقق، مش شرط، بس ان الناس تقدرك، الناس تحترمك كلجنه منظمه. خلي بالك انا بمثل اللجنه المنظمه، فالناس لما تحترمك لما تعمل كده انت تبقى يعني انت مبسوط انبساط غير طبيعي. يعني انا بقول لك انا فرحان جدا، فخور جدا، بشكر الناس جدا. الشعب المصري جواه خير، بس حركه هتلاقي فيه خير. الشعب المصري صدقك، الشعب المصري مش هيعمل كده غير لو ما صدق، يعني لو ما صدقكش مش هيعمل كده. صدقك وجرب. الفتره الجايه علينا يعني، بص علينا يعني حمل كبير جدا جدا، ان انت تحترم الشعب المصري. نحترم الشعب المصري، تخاطبه من هنا صدقني هيحط فوق دماغه. فانا بشكرهم جدا، ويا رب ان شاء الله ماتش النهائي يشرفونا، ويعني ما يزعلوش مني. انا عارف ان التذاكر، عارف ان كل الكلام ده، بس هيكملوها لمنظر الوطن، وباذن الله هتبقى حاجه مشرفه ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي الكبار. النجم الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد. ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك يا كابتن اسلام. اهلا بيك حبيبي. الحمد لله. اذا النجم الكبير كابتن ماهر امام. ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك يا كابتن. الحمد لله. النجم الكبير كابتن احمد بلال. اخبارك يا بلال؟ الحمد لله. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله. كابتن ابراهيم خليني ابدا مع حضرتك ومباراه نيجيريا وتونس. يعني طبعا حضراتكم اتكلمتوا عنها قبل كده، لكن كلنا قلنا انها هتبقى زي مباراه وديه، ولكن برضه الناس عايزه تعرف رايكم من الناحيه الفنيه عن هذه المباراه. الحقيقه الاول انا بقى يعني حته منتخب تونس دول ان هم اسباب فشلهم في الدوره ثلاث حراس مرمى الحقيقه دون المستوى. كمان انا بقى يعني بعتب على المدير الفني ان هو مدي للمباراه النهائيه اللي هي على الثالث والرابع ما اداش حقها في اللعيبه، وبالتالي ادى الحارس الثالث انه يلعب وهو معاش التجربه دي ولا في الدوري التجمعات ولا في الدوري الاقصائي. وبالتالي ما خدش الجو بتاع الماتشات، وكل الاجوان اللي دخلت في فريق تونس اخطاء من حراس المرمى. يعني اللي في دور ال 16 من حارس المرمى، في دور الثمانيه من حارس المرمى، في دور الاربعه النهارده من حارس المرمى. فبعتب عليهم ان يعني مش ممكن منتخب تونس يبقى عنده 15 لعيب محترف بره
ومش مهتم بحراس المرمى ان هم يبقوا على مستوى جيد. منتخب التونسي الحقيقه ما قدمش المستوى اللي يؤهله انه ياخد مركز الثالث، وقدم مستوى قليل جدا 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 سواء الشوط الاولاني والثاني. منتخب نيجيريا الحقيقه واقف على رجله طول الماتش، كل المقابلات الفرديه بين واحد والثاني هو اللي واخدها، انتشار جيد في الملعب، جابوا الجون في اول 3 دقائق، ركبوا المباراه. الفرق في السرعات وفي القوة لصالح المنتخب النيجيري طول الماتش سواء الشوط الأولاني أو الثاني، واخدين المركز الثالث ده بجدية جدا. نيجيريا لعبت 8 مرات على المركز الثالث والرابع، وصلت للمربع الذهبي 8 مرات، و8 مرات بيلعبوا على المركز الثالث والرابع وبيكسبوا المركز الثالث. ما اعرفش دي تركيبة وتركيبه الجهاز الفني بيأهلهم ليها، مش هاممهم انهم يعني انهزموا في الادوار النهائيه وبيلعبوا على الثالث والرابع، بيلعبوا بنفس القوه وبنفس الروح القتاليه اللي بيلعبوا بيها كانهم بيلعبوا على المركز الاول والثاني. فدي الحقيقه بهني عليها الاجهزه الفنيه اللي بتمسك منتخب نيجيريا. الحقيقه مجموعه كلها صغيره في السن، مستقبلها موجود، بيلعبوا كره جماعيه ممتازه اكتر ممتازه. والحقيقه هداف الدوره بقى من عندهم دلوقتي، هداف جاله سجل الجون الخامس النهارده بقى هو هداف الدوره. الحقيقه نيجيريا كانت مؤهله ان هي تلعب على الاول والثاني الحقيقه. تمام، على الاول والثاني كانت تمام. مؤهله انها تلعب على الاول والثاني الحقيقه. كابتن ماهر، مباراه او هذه البطوله الحقيقه تديك واقعيه شديده جدا. من اول يوم حضراتكم قلتوا ان من المنتخبات المرشحه المنتخب الجزائري والسنغالي، وبعد كده مالي بقى والكاميرون والكذا وكذا، بس ولكن المنتخبات نيجيريا حتى النهارده تستحق ان هي تصل للمركز الثالث، ولكن المباراه نفسها مباراه مش حلوه. يعني هو من بدايه الدوره احنا يعني تنبأنا كده ان الاربع فرق او خمس فرق اللي هم هينافسوا على البطوله كانت منهم نيجيريا، فالحمد لله يعني مزبوط. كانت التنبؤات الفنيه بالنسبه لنا كانت يعني اتحطت في المكان الصح. عايز اقول ان نيجيريا النهارده مبروك لنيجيريا المركز الثالث، وكان واضح ان هم يعني عندهم تصميم وعزيمه ان هم ما يطلعوش من البطوله دي كده يعني الا بمركز، خصوصا ان هم كانوا بينافسوا على المركز الاول او الفاينل في المباراه النهائيه، لكن طبعا الظروف ما ساعدتهمش. النهارده هم بيتفوقوا على تونس من بدايه المباراه، واحنا شفنا يمكن فريق نيجيريا اكتر من مباراه، عندهم سيستم ونظام يا اسلام واضح قوي في حاله الدفاع، كل الناس بتبقى عندها التزام دفاعي وترجع نص الملعب بتراقب بشكل جيد، عند الاستحواذ والضغط بيبداوا يطلعوا ويهاجموا بشكل تقارب الخطوط ثلاثه قريبه من بعض، بيعملوا الجمل التكتيكيه اللي احنا شفناها من الاختراقات. يمكن احمد موسى بيعتبر من نجوم نيجيريا اللي لفت نظرنا بشكل كبير جدا في حته الاختراقات والسرعه والمهاره الفرديه والتمريرات. ايجالو طبعا هداف الفريق، واضح ان هو قوي ومحطه بشكل كبير جدا. عندهم الثلاثي صامويل كمان من ضمن اللعيبه اللي بتمثل خطوره في خط هجوم نيجيريا بشكل جيد، وساعدهم خط الهجوم ده في انه يقدر ينقل الفرقه من حاله الدفاع لحاله الهجوم. النهارده بيفوزوا على تونس بهدف واضح قوي ان تونس اخطات في معظم الفترات من خلال الجانب الدفاعي، في ضعف في خط ظهر تونس، قدروا يستغلوا الضعف ده بشكل جيد. الكروسات العرضيه كانت بتمثل خطوره على خط ظهر تونس، حتى كمان يمكن بالنسبه لمعز بن شرفيه حارس المرمى ده يمكن الخطا الثاني او الثالث بيقع فيه وبيخسر فرقته بشكل جيد. فبنقول مبروك طبعا لنيجيريا على حصولها على المركز الثالث، وهي تستاهل هذا المركز. لكن انا في وقفه بقى بالنسبه لمنتخب تونس، لان منتخب تونس اسلام كابتن ابراهيم يا بلال قريب قوي من شكل منتخب مصر السنه دي. يعني احنا اتفاجئنا ان تونس اللي كل الدورات بصراحه بتقدم مش أداء. عاجبك مستوى المنتخب التونسي؟ لا بصراحه، برافو عليك يا كابتن. بصراحه يعني حتى كمان الحظ لعب معاها دور كبير جدا، ان هي اتنقلت من مرحله لمرحله، مرحله اضعف للمرحله اللي بعد كده. مدغشقر يعني انت حتى لما لو تفتكر حضرتك كنت معايا في الحلقه سالتني قلت لك لا ممكن مدغشقر تكسب. بالظبط، لو تفتكر انت تنبأت وقلت انا شايف ممكن في ممكن مدغشقر، لان مدغشقر فنيا كانت من وجهه نظري افضل من على الاقل ترتيبا في الملعب. يعني حتى كمان الروح القتاليه العاليه اللي احنا قلنا احتمال الدور الثاني هنحس بقى بالروح القتاليه العاليه للاعيبه تونس، لكن مع الاسف
يمكن خذلونا بشكل كبير جدا. هم عندهم مشاكل وهم بيعترفوا بالمشاكل اللي موجوده في خط ظهرهم. حراسه المرمى كمان يمكن تغيير ثلاث حراس مرمى ده يعني طبعاً. صعب جدا ان احنا نشوفه مع الفرق الكبيره ان يبقى ثلاث حراس مرمى بلال عمال الراجل يحط ده وبعدين يحط ده. يعني حتى الثبات بالنسبه لحراس المرمى مش موجود في منتخب تونس. عندهم مشاكل في قلبي الدفاع والاطراف بشكل كبير جدا اثرت على اداء الفريق. يمكن عندهم عناصر موجوده في نص الملعب مميزه زي فرجاني زي الشعلاني زي انيس البدري حتى الخارزي ده كان لعيب كمان هايل واحد من افضل اللعيبه في البطوله بالظبط. وبعدين يعني حتى طه الخليسي على فترات يعني بدانا نحس بيه وبعد كده ما بداش نحس بيه في حته راس الحربه. عايز اقول ان تونس يعني مركز الرابع انا شايف انه مركز يعني كويس بالنسبه لها بالاداء اللي احنا شفناه اللي هو المتوسط المستوى لمنتخب تونس. فبنقول لمنتخب تونس هارد لك. بنبارك طبعا لمنتخب نيجيريا لكن منتخب نيجيريا من ضمن الحاجات اللي احنا راهنا عليها ان هي هتبقى موجوده من اربع فرق اللي بتنافس على بطوله كاس الامم الافريقيه. تمام بلال برضو هل انت مع كابتن ماهر في ان المنتخب التونسي لم يؤدي بالشكل والحظ خدمه اكتر في هذه البطوله ولا شايف ان لا هناك عيوب ممكن كان تم حلها خلال البطوله وان آلان جريس له دور فعال مع المنتخب التونسي؟ شوف هقول لك على حاجه خليني ابتدي معاك من مباراه النهارده. مباراه النهارده اللي فرق فيها القوه والسرعه بتوع المنتخب النيجيري هم دول اهم عنصرين اللي فرقوا النهارده مع المنتخب النيجيري وفرقوا معاه يمكن بشكل كبير جدا في على مدار البطوله. النهارده المنتخب النيجيري في كل الهجمات المرتده السريعه هو الافضل هو الاكثر وصولا الاسرع وصولا للكره هو اللي بيستغل الكرات بشكل كويس جدا. الثلاثي الامامي اللي موجود في المنتخب النيجيري هو اللي فرق مع منتخب نيجيريا بشكل كبير في كل البطوله كلها يا اسلام. منتخب تونس عنده مشكلتين، مشكله زي ما الكباتن قالوا في حراسه المرمى، مشكله في الحته الدفاعيه في الهجمات المرتده. كل المباريات اللي لعبها المنتخب التونسي بما فيه مباراه غانا اللي وصل فيها الواحد واحد كل الهجمات المرتده السريعه خطر على المنتخب التونسي. منتخب تونس عنده مشاكل كبيره جدا في قلبي دفاع وعنده مشكله كبيره جدا في حته حارس المرمى. يعني يمكن انا لاول مره بشوف فرقه بتصل الى الدور النهائي بثلاث اخطاء كارثيه من حراسه المرمى والدفاع. ثلاث اخطاء كارثيه، حتى الجول اللي اتسجل فيهم في مباراه غانا خد بالك هو اون جول، يعني جول خطا والحارس يسال عليه، ولكن الحاجات دي بتدي اثر سلبي على الفرقه. خد بالك انت لما يكون عندك الدفاع قليل، لما يكون عندك حارس المرمى قليل، بتخليك انت كمهاجم تنس، بتخليك انت مشدود دايما، بتبقى حريص على كل كره بزياده عشان الكره ما تتقطعش منك، عشان انت معرض انك يتسجل فيك هدف. انت لما بتلعب وراك دفاع قوي وحارس مرمى قوي جدا بتبقى مش قلقان، بتبقى كل فرصه بالنسبه لك فرصه، لكن مش قلقان ان تضيع عشان ممكن يتسجل فيك هدف. لما يبقى عندي دفاع قوي ستاره قدام المرمى وحارس مرمى متميز يا اسلام، انا كخط وسط ببقى مرتاح هادي. اللاعب المنتخب التونسي على طول اللعيبه تحت ضغط مستمر، كل كره بتتقطع من المنتخب التونسي بتحس ان في هجمه مرتده سريعه ممكن يعني تنتج عنها هدف للفريق المعاكس يعني او الفريق اللي بيلعب ضد المنتخب التونسي. عشان كده كانت هي دي ازمه المنتخب التونسي في طوال البطوله. منتخب تونسي يمكن ما فيش مباراه لعبها يا كابتن الا ما تسجل فيه اهداف على مدار البطوله كلها باستثناء مباراه مطهاشخر اللي هي كانت الاقل بالنسبه للمنتخب التونسي. فرقه منظمه في خط الوسط، جيده جدا في الخط الهجومي، ولكن ضعيفه حتى بناء الهجمات في عندهم مشكله كبيره جدا جدا. احنا دايما واحنا بنقول وانت بتبني الهجمه يا كابتن لازم الباكين والاثنين السنتر باك الباكس الموجودين عندك في القلب يبقى عندهم القدره والامكانيات انك تبني هجمه. المنتخب التونسي مش من الفرق اللي بتلعب الكرات الطوليه يا اسلام، من الفرق اللي بتحضر بشكل كويس، ولكن في هذه البطوله في البطوله دي ما كانوش بيجيدوا عمليه التحضير، كانت حته التحضير صعبه جدا بالنسبه لهم يا كابتن. عشان كده كان الكرات لما بتتقطع منهم كان انك سهل جدا انك تلعب من ورا الباك رايت او الباك ليفت، سهل جدا تضربهم في الحته دي. المنتخب التونسي وصل للترتيب للمركز الرابع، مش عايز اقول يعني في بعض من الحظوظ، ولكن هي دي كره القدم. هو ابتدى البطوله سيء، ابتدى يعلى المستوى امام المنتخب الغاني، مستوى عالي اكتر امام منتخب مدغشقر. توقعنا اداء متميز في الدور قبل النهائي امام منتخب السنغال، ولكن منتخب السنغال هو برضو حته القوه وحته السرعه مش موجودين عند المنتخب التونسي فرقت معاه بشكل كبير جدا. ولكن انا بشوف ان هو يلام على اداؤه النهارده في مباراه النهارده، يعني المنتخب التونسي وآلان جريس يلام على الاداء النهارده. اداء فريق مش عايز يوصل او يحصل على المركز الثالث، اتسجل فيك هدف
كل الثقه ضاعت بالنسبه لك. الهدف في دقيقه 3، هدف مبكر، هدف سريع، تحس ان انت مغلوب 4 بالظبط. ولكن فين الشخصيه؟ يعني اين فين شخصيه المنتخب التونسي اللي ممكن يرجع؟ هل لازم انت تسجل هدف الاول وبعد كده يجي في الجول عشان تبقى تفضل متماسك فتره طويله؟ ولكن النهارده تسجل في المنتخب التونسي هدف، وكان المنتخب النيجيري قدير او قادر النهارده يسجل 3-4 اهداف المنتخب التونسي لولا يعني بعض الحظوظ يعني للمنتخب التونسي. فالنهارده مباراه اعتقد من وجهه نظري يعني يسال عنها اللاعبين داخل ارضيه الملعب، لان الروح ما كانتش موجوده النهارده. في بعض الاحيان يا اسلام المدير الفني بيبقى غايب عن اللقاء، ولكن لازم اللعيبه تكون موجوده. النهارده الاثنين الحاجتين النهارده مش موجودين، المدير الفني غايب واللعيبه ايضا النهارده مش موجوده داخل الملعب. وبس انا عايز اضيف كمان حاجه على منتخب تونس، باين عليهم الاجهاد النهارده جدا اللعيبه، لانهم الفرقه الوحيده اللي لعبت اوقات اضافيه في ماتشين، ماتش غانا وماتش السنغال. فممكن الاستشفاء ما كانش على المستوى الاجهاد اللي هم عملوه، المجهود اللي هم عملوه، وبالتالي باين عليهم الاجهاد جدا النهارده. باين الفرق في السرعات بين اللعيبه دلوقتي، لما لعيبه نيجيريا بتمسك الكوره وبتروح بين الاجهاد. حتى الجون اللي جه، يعني لو الجون اللي جه الراجل بعيد يجي 3 خطوات عن السنتر هاف، راح تابع قدر في الثلاث خطوات مع ان السنتر هاف على بعد خطوه واحده، في ثلاث خطوات قدر يجيبهم اسرع من السنتر هاف. فرق السرعات يعني حتى التغطيه على حارس المرمى، واحنا طبعا قلنا ان ضعف حراس المرمى واضح جدا في الجون اللي اتسجل النهارده، باين جدا فيهم يعني. فالحقيقه التونس مع انه كان من الفرق المرشحه للبطوله ضد الفرق، انما الحقيقه يعني ما قدمش المستوى اللي يتناسب مع مجموعه اللعيبه اللي على مستوى متميز جوه منتخب تونس. يعني حتى كمان يا كابتن ابراهيم اسلام بلال، شكل منتخب تونس مش هو ده الشكل اللي احنا تعودنا عليه. يعني حتى لما المغرب طلعت، لكن تحس ان في شكل وفي اداء وفي فرص رايحه في المباراه اللي خرجت فيها المغرب، افتكر بالظبط كده مع بنين. سبع ثمان فرص وضايعه وفيها شيء من الاستتار. فالنهارده شخصيه اللاعب التونسي او شخصيه الفريق ما كانتش موجوده بالشكل اللي احنا تعودنا عليه من تونس في خلال الدورات السابقه. مصر كانت ممثله النهارده في جهات جريشه برضه، يعني ممثله في جهات جريشه، ادى بشكل جيد نهائي النهارده، ممتاز النهارده، واحنا بنهنيه الحقيقه من هنا بنهنيه الحقيقه. كان طبعا مباراه سهله ولكن كنا نتمنى ان هو يكون متواجد في النهائي، لكن خلاص اوكي. عموما ده كان كلامنا عن هذه المباراه. خلينا بقى نطلع نشوف تقرير، عندنا تقرير بالمناسبه الجزائر والسنغال المنتخبين من مجموعه واحده. خلينا نطلع نشوف تقرير عن فريقين من مجموعة واحدة بيتأهلوا لنهائي البطولة الأمم الأفريقية. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نتكلم عن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، طبعا المنتخب الجزائري ضد المنتخب السنغال بعد هذا التقرير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. كابتن إبراهيم، مين من وجهة نظرك يستطيع أن يفوز في هذه المباراة وليه؟ الجزائر والسنغال. لما نيجي نعمل المقارنة بين الفرقتين على مستوى اللعيبة على مستوى إحراز الأهداف، الجزائر أولا بيقدم مستوى جيد من بداية الدورة لغاية الماتش لما وصل يلعب على الأول والتاني. نعم. يملك مجموعة من اللاعبين ال 23 على نفس المستوى، ما تقدرش تحدد مين الأساسي ومين الاحتياطي، والدليل على كده أن جمال لعب الماتش الثالث في دوري المجموعات بثمان تسعة لعيبة جداد خالص، بيديهم تسعة. الثقة وفي نفس الوقت بيدي راحة للعيبة، وبالتالي عنده مجموعة أكثر من ممتازة، وكلهم الحقيقة بيلعبوا في نوادي. لما تيجي بقى تعمل مقارنة بين اللعيبة، الجزائر عنده عيسى مندي بيلعب قلب دفاع في ريال بيتس، اسلام سليماني ليستر سيتي، ياسين ابراهيمي بورتو البرتغالي، بغداد بنجاح السد القطري، يوسف البلايلي في الترجي، ادم والناس نابولي الايطالي ومفاجاه الدوري الحقيقه، رياض محرز مانشستر سيتي افضل لاعب افريقي في 2016. يعني لما تيجي تبص السنغال عند ساديو ماني لاعب بول، كاليدو كاليبالي بس يمكن ما يلعبش طبعا لانه واخد الانذارات، مش يمكن هو مش هيلعب، مش هيلعب. ادريانا جانا، يعني مجموعه لعيبه في الفرقتين الحقيقه اكثر من ممتاز، يعني هيقدموا لنا ان شاء الله باذن الله نهائي جيد. لما تيجي تبص برضو على الهدافين، الجزائر مسجله 10 اهداف في الهجوم، الدفاع ما دخلش فيهم الا هدف واحد. لما تيجي تبص على دور ال 16 كسبه غينيا 3-0،
في الجزاء في دور الثمانيه متعادله مع ساحل الحاج وكسبت بضربات الجزاء الترجيحيه. لما نيجي نقول هداف البطوله, هداف الجزاء ادم والناس عنده 3 اهداف, يعني عنده الناحيه الهجوميه جميله. الجزائر هو واحد من الهدافين, واحد من الهدافين, من الهدافين. مين صناع الاهداف؟ عنده اسماعيل ابن ناصر من صناع الاهداف, اسلام سليماني من صناع الاهداف. بالنسبه للسنغال عندهم لامين جسامه بتاع السنغال, مين معدل المراوغات ساديو ماني. يعني كلهم عندهم مميزات سواء في الهجوم في خط الوسط في الدفاع, فاكيد اكيد هيقدموا لنا مستوى جيد جدا في النهائي. بس انا برجح المنتخب الجزائري بما يملكه من روح قتاليه عاليه جدا, مدرب على مستوى جيد جدا من الكفاءه, بيقدر يدير الماتشات بكفاءه فنيه, يدير التغييرات, عنده لعيبه بالضربات الثابته بيقدروا يستخدموها بطريقه جيده جدا سواء الفاولات او الكورنر بطريقه باكثر من طريقه. فالحقيقه التحول من الدفاع للهجوم الحقيقه باكثر من ممتاز. الحقيقه المدافعين ما دخلش فيهم جوان, ما دخلش فيهم جوان طول الدوره الا جونين 3 بس المدافعين, فيملك اقوى خط دفاع في الدوري. فانا يعني برجح ان المنتخب الجزائري هو اللي, واتمنى برجح وباتمنى ان المنتخب الجزائري يفوز بالبطوله. يعني كابتن ماهر, المنتخب الجزائري على مستوى الدفاع جيد جدا, على مستوى خط الوسط جيد جدا, على مستوى الهجومي جيد جدا, ولكن باستثناء ان بغداد بنجاح بيضيع اهداف كثيره جدا جدا, كيف يمكن التغلب او كيف يتغلب المنتخب الجزائري على اضاعه الفرص الكثيره جدا؟ يعني من اكثر المهاجمين اضاعه للفرص بغداد بنجاح. هو احنا لو لاحظنا كده اسلام من بدايه الدوره هنلاقي ان الجزائر يعني حاله فريده لوحدها, ثابته. يعني من بدايه المباريات مكسب 9 نقاط اول لمجموعه المرحله الانتقاليه, بعد كده مع غينيا جايب 3 اهداف, مع ساحل الحاج متعادل 1-1 وفاز بضربات الجزاء, وبعدين المباراه النهائيه اللي بينه وبين السنغال. لو هنبص كده المنتخب اللي بيسموه مقاتلي الصحراء, فعلا هم مقاتلي الصحراء, يعني واضح ان 23 لعيب او محاربي الصحراء, واضح ان 23 لعيب محترف زي ما كابتن ابراهيم قال, كلهم من العناصر المميزه استفادوا من الاحتراف الخارجي بشكل كبير جدا. بنشوف في الجوانب التكتيكيه عندهم مرونه تكتيكيه, بينفذوا كل الكلام اللي بيتقال في الخطوط العريضه اذا كانت دفاعيه او هجوميه. عندهم جمال بن ماضي بيعتبر من المدربين اللي ثبتوا وجودهم بشكل كبير جدا, يمكن من اصغر المدربين اللي موجودين في الدوره, لكن واضح ان جمال بن ماضي كان لعيب مميز في منتخب الجزائر, والنهارده يعني بيتحكم عليه كمدرب من ضمن المدربين الموهوبين اللي موجودين في الساحه العربيه. جمال بن ماضي قدر ان هو يتعامل مع 23 لعيب بشكل نفساني, يعني قدر الاعداد النفسي يشتغل معاهم بشكل كبير جدا, لدرجة ان احنا شفنا كل المحترفين يا بلال يا كابتن ابراهيم ناس يعني منتهى التواضع اللي موجود من خلال ادائهم في معظم المباريات اللي احنا شفناها تحت الضغط الرهيب والصعب اللي كانت موجوده عليه لعيبه نادي منتخب الجزائر, لكن كل واحد كان بيحافظ على الثبات الانفعالي عنده بشكل جيد. ويمكن ديت اللي ادت الشكل وادت الدافع وادت القوه لمنتخب الجزائر, الروح القتاليه العاليه اللي موجوده عند لعيبه نادي منتخب النادي دلوقتي نادي. يعني منتخب الجزائر ضرب مثل فعلا ان اللعيبه اللي بتحب بلدها, اللعيبه اللي عندها اخلاص لشعار البلد, حبهم للجزائر بان واضح من خلال الاداء اللي بيأدوا بيه, والاداء ده خلى حتى جماهير الجزائر تزحف زي ما احنا شايفين ان النهارده وامبارح واول كل الجماهير الجزائريه اللي كانت موجوده, حتى كمان الجماهير اللي جايه واضح قوي ان هي عندها ثقه كبيره جدا في لعبتها, جايه تساندها في المباراه المصيريه وهي مباراه السنغال, واحنا برضك عارفين قيمه السنغال قيمه كبيره جدا من الفرق اللي احنا شفناها قوه وسرعه واداء ومهاره, فالقوتين تقدر تقول متساويتين من ناحيه العناصر, من ناحيه اللعيبه, من ناحيه الخطط والتكتيك, من ناحيه الجوانب الدفاعيه, من ناحيه الجوانب الهجوميه, من ناحيه الكور الثابته, فالمباراه هتبقى منتهى الصعوبه على الفرقتين بشكل كبير.
لكن عايز اقول زي ما انت قلت كده اسلام ان احنا محتاجين بقى الفرص اللي تيجي للثلاثي المرعب نجاح ورياض ومحرز وادم والناس محتاجين ان من اقل فرصه ان احنا نقدر نجيب منتخب الجزائر نقدر نجيب هدف عشان نقدر يعني نخلص بقى من مشكله السنغال وما نروحش للاكسترا تايم لان الاكسترا تايم هيبقى للسنغال يمكن القوه او اليد العليا في الاكسترا تايم يقدروا يسيطروا على الجزائر. مش عايزين كده, احنا نتمنى ان الجزائر من اقل فرصه يقدر يسجل ونلهي المباراه بدري يعني ان شاء الله. كابتن بلال, وصول جمال بالماضي واليو سيسي للمباراه النهائيه, هل ده يحط اقتناع للناس ان خلاص هو المدرب الوطني والاقرب للانديه او للمنتخبات؟ انا اسف, خصوصا هنرجع للانديه. كابتن ماهر بقى, لو انت خدت الكلام من بعد فجاه, انا كنت لسه هتكلم عن الموضوع اللي انت بتتكلم فيه. يعني في زيننا النادي الاهلي. هل تفتكر ان خلاص دور المدرب الوطني هو الاقرب لان هو يكون متواجد دايما خلال الفتره القادمه في المنتخبات, او هو اللي بيبقى له دور اكبر؟ قبل بس ما اتكلم من الناحيه الفنيه على الماتشين, على الماتش, شوف اذا كان المدير الفني يعني بشخصيه زي شخصيه جمال بالماضي, يبقى هو مدرب يستحق انه يقود المنتخب. عنده شخصيه, عليه انتقادات شديده جدا قبل البطوله, قبل البطوله, قبل البطوله ما قبل. بس خد بالك انت دايما, هي دي المشكله. عشان كده بقول لك ايه, ليه بقول عنده شخصيه؟ لانك لما تعرض للانتقادات الشديده ويظهر الفريق بهذا الانضباط والالتزام داخل الملعب وخارج الملعب, يعني احنا ما سمعناش مشكله عن المنتخب الجزائري لا خارج الملعب ولا داخل الملعب خالص. ما شفناش المنتخب الجزائري شخصيته بتنهار مع التعادل. يعني المباراه اللي اتلعبت, المباراه قبل النهائي, طبيعي جدا بعد ما تعادلت تنهار. لا, وقفت وثبت, طبيعي وقفت. انت الافضل, بتضيع اهداف كتير جدا, حتى بعد ما بتضيع بيجي لك فرصه بتسجل منها هدف. كنت الاقوى دايما في طول ال 90 دقيقه. فده يدل ان في مدير فني بيشتغل بشغل تكتيكي داخل الملعب وشغل نفسي كمان خارج الملعب. النهارده اللعيبه لما تكون بهذا الاصرار, بهذه العزيمه, بالقوه اللي موجود عليها لعيبه المنتخب الجزائري, ده يدل ان في مدرب بره بيشتغل كويس, بيشتغل فني وبيشتغل نفسي بره, بيشتغل بيدي اللعيبه شغل نفسي كتير جدا. واضح ان جبال من الماضي راجل درس كل الفرق كمان تكتيكيا بشكل كويس قوي, درس الفرقه بتاعته بشكل كويس جدا, عارف امتى كمان بيغير, امتى بيشيل محرز, وامتى يحط ادم والناس, امتى بيطلع, امتى بيغير, بينزل سليماني ويخرج بغداد بنجاح. هو عارف امتى بيشتغل الشغل التكتيكي داخل الملعب. فعشان كده عايز اقول لك, لو المدير الفني الوطني عنده كفاءه وعنده شخصيه, هو الاولى وهو الاقدر ان هو يقود المنتخب, لانه خلاص هو عارف اللعيبه بتعامل بقى بشكل كويس, اللغه متقاربه, اللعيبه عارف امكانياتها بشكل كويس جدا, ما عندوش مشكله, ما عندوش خلافات مع اي حد. لو المدير الفني مش جيد خلاص, يبقى انت بتدور على الحل البديل وهو المدير الفني الاجنبي. هي دي الفكره كلها, سواء اذا كان وطني او اجنبي. انت وطني عنده القدرات والامكانيات والشخصيه يبقى يستحق. جمال بالماضي عنده الامكانيات وعنده القدرات وعنده الشخصيه, كذلك المدير الفني بتاع السنغال. سيسي ما شفناش برضو فرقه السنغال عندها اي مشكله لا خارج الملعب ولا داخل الملعب ولا التصريحات حتى كمان. بالظبط, بيتعاملوا مع الناس كلها بالظبط, كلها تواضع وهدوء, وفرقه ملتزمه جدا, وعارفين ان هم عندهم هدف دايما. يا اسلام, فرق البطوله عندها هدف, فرق اللي ما بتلمش بالظبط عندها هدف. انا برسم الهدف بتاعي, خلاص انا عاوز اوصل للكاس, تمام. الكاس ده يعني عارف انت في مثل بيقول لك فيري كلوز فيري فار, فاخد بالك سو فار, فهو ده الكاس, قريب قوي وبعيد قوي, بعيد جدا عليك, قريب قوي. لما بتشتغل زي المدربين, زي شغل زي السنغال والجزائر, احنا من بدايه من اول يوم اتفرجنا على الجزائر, شفنا فرقه السنغال والجزائر بيلعبوا بعض, هو ده النهائي المباشر للبطوله. من اول لقاء, كره سريعه جدا, قوه بدنيه رهيبه جدا, تكتيكي داخل الملعب, فرقه بتهاجم وبتدافع بشكل كويس جدا, شخصيه الفرقتين داخل الملعب. وكانت المباراه يا كابتن كان ممكن تنتهي بالتعادل. السنغال مضيعه واحده يمكن في الدقيقه 80 او الدقيقه 85, كانت ممكن دي هدف التعادل ويخرج الماتش بتعادل, وكنا دلوقتي بنرجح يعني بنقول مين يا ترى, السنغال او الجزائر. فرقتين عندهم شخصيه قويه جدا داخل الملعب اسلام, عندهم يعني الفرقتين مكتملتين العناصر, حراس مرمى جيده جدا, خط دفاع متزن جدا وجيد جدا, خط وسط هايل جدا بيعمل اسيست بشكل رائع جدا. هي تفرق بس في حته ان الجزائر عندهم لعيبه في وسط الملعب بيشتغلوا على الجول اكتر بكتير من فرقه السنغال. يمكن السنغال الثلاثه اللي قدام عندهم السرعه وعندهم المهاره وعندهم القوه, ولكن الشغل اللي بيعمله منتخب الجزائر في نص ملعب ما تحت الفراوده, فرقه محترمه جدا بتعرف توصل للجول بشكل كبير جدا. رياض محرز او اللعيبه اللي موجوده في نص ملعب او البلايلي او اللعيبه الثلاث لعيبه, حتى كمان التغييرات المؤثره, تغييرات منتخب الجزائر تغييرات قويه, ممكن
اسلام سليماني ينزل يا كابتن يهدد المرمى، ممكن ما يسجلش اهداف ولكن بيعمل تهديد قوي جدا، بيعمل يعني ريفرش كده للفرقه، بيقوي وصح الفرقه بشكل كويس قوي. ادم النفن نفس الموضوع، عنده مهارات وعنده امكانيات كبيره وعاليه جدا. المهارات الفرديه في الماتشات القويه اللي زي دي اعتقد هي بيكون لها الفرق بشكل كبير جدا. يعني انت الماتش بكره ممكن يكون مقفول، ولكن المهاره الفرديه اللي عند محرز، اللي عند ساديو ماني، اللي عند ادم الناس، اللي عند البلاي، هي دي اللي بتفرق في بعض الاوقات يا اسلام. فلا، شخصيه الجزائر وشخصيه السنغال ما تقدرش بكره كمان تقول مين يكسب المباراه. احنا بنرجح الجزائر للامكانيات والقدرات الفنيه اللي موجوده العاليه جدا، ولكن السنغال فرقه قويه جدا، فرقه عندها امكانيات، فرقه عندها لعيبه، فرقه عندها مدير فني برده شغال من بره بيشتغل كويس قوي، فرقه عندها لياقه بدنيه عاليه جدا. الفرقتين ما لعبوش اكسترا تايم المباراه اللي فاتت، فالاثنين مريحين. فاعتقد ان احنا نشوف مباراه متزنه ما بين الفرقتين الاثنين، ونتمنى يا رب ان شاء الله الجزائر يعني تفوز، لانها هي فعلا من وجهه نظري الشخصيه هي افضل، مش بكتير افضل من المنتخب الجزائري يمكن بمراحل صغيره. كمان السنغالي الماتش في الدور الاولاني في دور المجموعات، لان هم كانوا في مجموعه واحده، هيأثر جديد تكتيكيا في الماتش النهائي. يعني السنغال هتبقى عارفه، السنغال هتبقى عارفه اماكن الخطوره في المنتخب الجزائري، الجزائر عارفه اماكن الضعف اللي هي ممكن تهاجم فيها، مع انهم الفرقتين بيلعبوا بطريقه جماعيه جدا، عندهم كفاءات زي ما قال الكباتن، عندهم كفاءات في كل الخطوط. بس انا اشوف ان كوليبالي هيأثر بطريقه سلبيه جدا على منتخب السنغال بعدم وجوده. طبعا هيبقى قوه وخلي بالك، ويوسف برضو الباك اليمين للمنتخب الجزائري، المنتخب الجزائري برضو مش هيبقى موجود برضو. المشكله من الناحيتين في النواحي الدفاعيه، سواء هنا او هنا، يعني هنا سيرد باك وهنا باك رايت. الباك رايت كان هيمسك ساديو ماني، هو اللي قفل عليه في الدور الاول، لكن في الدور الثاني هو مش موجود، وبالتالي هي تقريبا لعبه واحده بيعملها المنتخب السنغالي، بياخد ساديو ماني الباك يخش بيه لجوه ويفضي الحته المكان بتاعه، المكان ده دايما بيفضيه ليه؟ عشان رياض محرز ما بيرجعش مع الباك ليفت كل ده، فبتبقى الحته دي دايما فاضيه شويه، يقدر يستغلها بالظبط. هل ده هيقدر الحته دي بقى هتبين كفاءه المديرين الفنيين في احلال البديل، سواء هنا في المساك او هنا في الباك اليمين. بس زي ما قالوا الكباتن وانا معاهم، فرقتين فعلا يستحقوا يوصلوا للنهائي، ونتمنى ان احنا نتفرج على نهائي جيد يتناسب للاثنين، يتناسب يعني ماتش يبقى جميل يتناسب مع المجهود اللي عاملاه الدوله والاجهزه المعاونه والشكل الجميل اللي احنا عاملينه، والطفره سواء في المنشآت او في الجهات المعاونه او في المتطوعين او في الشكل الحضاري الجمالي بتاع الجمهور. نتمنى ان النهائي يتناسب مع المجهود اللي عاملاه الدوله لنجاح البطوله. يعني نتمنى يا رب كل التوفيق، ونشوف مباراه حلوه تليق بهذا النهائي اللي فخر لينا كلنا. صحيح، فخر لينا كلنا ان احنا نشوف نهائي زي ده في ظل الشهر اللي فات بالكامل، امتيازات كثيرة. صح، جدا طوال الشهر مفيش حد طالع من البطولة إلا ومبسوط، حتى بالزبط. الناس اللي طلعت من الدور الاول ومغلوبين مبسوطين، ما عدا احنا بس. بس ما عدا احنا يا ابو الكباتن، يعني طبعا من الناحيه الفنيه من الناحيه الاداريه، لما تروح الاستاد وتشوف اللي بيحصل في الاستاد وتشوف الجمال، تبتدي بقى تحاول تبني صح بقى الفتره الجايه ان شاء الله. في دروس استلام، دروس كثيره جدا، بس خلينا بعد يوم الجمعه ان شاء الله نبقى نتكلم في هذه الدروس كمان اداريه وفنيه. يعني طبعا يعني خلصنا كلامنا عن هذه المباراة وعن مباراة الثالث والرابع. كابتن ماهر من شوية قال لك ايه النادي الجزائر، فيعني هو كان قصده النادي الاهلي يعني. فاحنا هنطلع نشوف تقرير عن اخر استعدادات النادي الاهلي للمباريات القادمة وختام معسكر اسبانيا، وبعد كده نرجع بقى نتكلم عن معسكر اسبانيا وماذا حدث خلال هذا المعسكر سريعا جدا مع كباتننا الكبار، يقولوا لنا رأيهم في هذا المعسكر بعد هذا التقرير. على قدم وساق، يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهتي حسم بطولة الدوري الممتاز أمام المقاولون العرب المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ثم الزمالك في قمة الكرة المصرية التي ستقام في تمام الساعة 8 يوم 28 من يوليو الجاري، حيث عادت كتيبة المدير الفني الأوروغواياني مارتين لاسارتي من معسكر إسبانيا بعدما حقق الجهاز الفني ما أراد من المعسكر الذي وصفه الجميع بالرائع والناجح.
فالفريق خاض أكثر من مباراة ودية متدرجة المستوى استقر من خلالها الجهاز الفني على طريقة اللعب والتشكيلة التي سيعتمد عليها في الفترة المقبلة، كما سادت حالة من التفاؤل بين الجميع والرغبة في حسم بطولة الدوري لإسعاد جماهير القلعة الحمراء ليكون اللقب خير بداية للموسم المقبل الذي سينطلق في شهر أغسطس المقبل. التدريبات والعمل الجاد لا يتوقفان داخل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، حيث أن الجميع يعلم ويدرك تماما أهمية المرحلة المقبلة التي لا تقبل القسمة على اثنين، وذلك بعدما قرر الجهاز الفني خوض مباراة ودية أخرى الخميس أمام البلاستيك أحد أندية القسم الثاني، والتي ستكون على أرض ملعب استاد مختار التتش لتجهيز اللاعبين بشكل جيد لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك. كما سادت حالة من الارتياح لدى الجهاز الفني بعد تألق أكثر من لاعب في المعسكر وظهروا بمستوى طيب على رأسهم أحمد الشيخ، محمد هاني، صالح جمعة ورمضان صبحي، فيما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن اللاعبين في حالة جيدة فنيا ونفسيا عقب انتهاء معسكر إسبانيا الذي خاضه الفريق في الأسبوعين الماضيين. قال عبد الحفيظ إن الفريق استعد بشكل جيد لاستئناف مباريات الدوري بمواجهتي المقاولون والزمالك، وأوضح بأن الجهاز الفني بقيادة الأسارتي ركز خلال المعسكر على الجوانب الفنية والبدنية والنفسية لإعداد اللاعبين بالشكل المطلوب. أكد مدير الكرة بالأهلي أن الجهاز الفني اختبر عددا من اللاعبين خلال الوديات التي لعبها الفريق، وتم تجربة العديد من الأمور الخططية والاطمئنان على كافة اللاعبين. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ابراهيم، ننتقل للكلام عن النادي الاهلي. حضرتك شايف مدى استفاده النادي الاهلي من هذا المعسكر؟ لا، هو طبعا المعسكرات بطريقه عامه يعني بوجه عام يعني اولا بتزيد الترابط بين اللعيبه، المدرب بيبقى عنده الفرصه الكافيه اوقات طول اليوم ان هو يعمل تدريبات تخصصيه سواء للدفاع لوحده، الخط الوسط مع خط الهجوم، بيبقى مين اللي يلعب الحاجات الثابته، عنده الوقت الكفايه ان اللعيبه تحت ايده 24 ساعه يقدر يسيطر عليهم، زائد حته التجانس والتفاهم بين اللعيبه، مين اللعيبه اللي تقدر تلعب في اكتر من مركز، لان لما بيكون في لعيبه بتلعب باكتر من مركز بيفيد المدير الفني ان هو يعمل التغييرات المناسبه خلال المباراه. هو طبعا انا الحقيقه يعني عايز ادخل في حته ثانيه، مش معقوله تبتدي السنه، طبعا احنا اتكلمنا فيها اكتر من مره، يعني دايما فترات الاعداد بنقول ايه بنبتدي بماتشات خفيفه، وهو ده اللي عمله النادي الاهلي لغايه لما وصل بيلعب مع فرق قويه في النهايه، انما لما تبتدي الموسم بتبتدي الموسم بنهائيات دوري وبنهائيات كاس، فدي الحقيقه الله يكون في عون الاجهزه الفنيه للخمس انديه اللي بتلعب في النهائيات، سواء النادي الاهلي، نادي الزمالك، الاسماعيلي، المقاولين، الجونه، اللي هم هيشتركوا في الماتشات اللي جايه دي، كلهم بيلعبوا نهائيات وهم في بدايه الموسم، فمش هيظهر المستوى الجيد، ما اتوقعش ان الفرق دي تقدم مستوى جيد في بدايه الموسم، انما كنادي اهلي طبعا استفاد جدا من المعسكر كان في 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 حته جميله جدا، كل الامكانيات كانت متاحه للجهاز الفني انه يعمل كل الحاجات اللي انا بقولها، سواء الخطط اللي هيلعبها في الماتشات النهائيه اللي هيلعبها اول ما يجي سواء مع المقاولين او مع الزمالك، ربنا يكرمهم ويوفقهم ان شاء الله باذن الله ويحققوا المطلوب منهم السنه دي ان شاء الله. كابتن ماهر، المباريات الوديه الناس قالت لك يعني احنا كسبنا 9-3 و2-1 يعني الناس حاسه ان هو كتير ان احنا نكسب بهذا الشكل، لكن عايزين برضو الناس تفهم، او يعني طبعا حضراتكم اساتذه وعملتوا كده كتير دايما من فترات الاعداد، يعني برضو نشرح للناس لماذا دائما يكون هناك تسلسل او تدرج في المستوى.
هو فتره اعداد اسلام زي ما كابتن ابراهيم قال كده ليها جوانب كثيره جدا، بتلم لعيبه وتعرف المدرب على اللعيبه واللعيبه بتبقى ملمومه، وده مهم جدا بيقرب اللعيبه من بعض بشكل كبير جدا طبعا. لكن الفايده الاهم في فتره الاعداد انك انت الجانب البدني والجانب الخطط والجانب المهاري، انك انت بتحط اللعيب في المستوى اللي يقدر يحافظ على لياقته البدنيه طوال السنه وتحميه من الاصابات. يعني بنقول اللعيب اللي يعمل فتره الاعداد صح ويهتم بيها بشكل جيد، تاكد ان طول السنه هتبص هتلاقي مستواه فنيا وبدنيا وتكتيكيا على اعلى مستوى، وفي نفس الوقت بتبعد عنه الاصابه. ده جزء مهم جدا في فتره الاعداد، لازم اللعيبه تاخد بالها من الجزئيه دي. نعم. السؤال اللي انت قلت التدرج في المستوى الماتشات، التدرج بالنسبه للمباريات الحبيه يبقى من ضمن الاستراتيجيه اللي الفرقه رايحه عليها، منها المباريات المتدرجه او المباريات الحبيه، بيبدا بالاضعف ثم المتوسط ثم فوق المتوسط. وبعدين يا اسلام طول عمرنا كنا بننهي يا كابتن ابراهيم بحاجه كبيره قوي، يعني فرقه من فرق برشلونه ريال مدريد عايزه تغلبنا بالظبط. يعني فرقه من فرق يعني اللي احنا يعني عشان تعرف اوجه القصور عندك بالظبط، تحب نلعب بيها عشان ننهي المشوار بتاعنا اللي انا اتكلمت عليه من خلال الجزئيه دي. وده برضك بيديلك ثقه انك انت جاي عندك هدف اكبر اللي هو الدوري العام. فانت محتاج انك انت تكسب مباراه المقاولين، مباراه الزمالك ان شاء الله اللي بعد كده، عشان تحقق الهدف اللي انت بتسعى عليه. فكان يهمنا ان المباراه دي تتدرج بشكل ايجابي شويه عشان تدينا الثقه في المرحله اللي احنا ان شاء الله هنيجي من خلالها يوم 24 ويوم 28 وبعد كده كاس مصر. فنتمنى ان شاء الله باذن الله رب العالمين العوده حميده للفرقه، ونبقى جاهزين لمباراه المقاولين، وان شاء الله ربنا يوفقنا لمباراه المقاولين. نبدا بمباراه الزمالك، البطوله المفضله بالنسبه لنا اللي بيننا وبين الزمالك، والهدف منها ان شاء الله الحصول على درع الدوري العام. تمام. بلال، متخيل الاربعه اللي كانوا بيلعبوا مع المنتخب هيبقى حالتهم عامله ازاي خلال هذه الفتره؟ هل وجودهم في المعسكر واصرار كابتن سعد عبد الحفيظ ومارتن لاسارتي على وجودهم في المعسكر فرق او هيفرق معاهم؟ حاله نفسيه. يعني هي حاله نفسيه بس، عشان خلاص خد بالك انت بتخرج من اجواء اسلام، بتخش في اجواء ثانيه مختلفه خالص، اجواء المنتخب مختلفه شويه عن اجواء النادي. تلعب خاصه الاجواء اللي انت عشتها يعني داخل معسكر منتخب مصر بعد الهزيمه والاقصاء من دور ال 16، كان مهم جدا انك تخرج من الحاله دي سريعا يا كابتن. مهم عشان تخرج من الحاله دي، مش هتخرج فيها تقعد بقى بس في البيت على طول وزعلان والناس بتكلمك ومتاثر نفسيا بخروجك من البطوله، وعمال تشوف الفرقه الثانيه وهي اللي بيصعد لدور الثمانيه واللي بيكمل في دور الاربعه، لا الدور قبل النهائي. لا خلاص انت اخذت قسط الراحه بتاعتك، المفترض انت بتنتقل لمرحله اخرى، وهي مرحله انك تخش مع الفرقه بتاعتك يعني. وده يمكن حاجه مهمه جدا بالنسبه للرباعي بتاع المنتخب المصري عشان يقدر ينسجم سريعا مع تيم النادي. الفكره مش فكره انه يتدرب كتير او يعمل فتره اعداد، انه اوريدي هم لعيبه جاهزه يعني، ما عندهمش مشكله في الناحيه البدنيه كمان، وحتى في الناحيه التكتيكيه ما عندهمش برضه مشكله مع مستر. هي المشكله كلها في الدخول في الخروج من الاجواء المظلمه يعني اللي كانوا فيها، او الحاجات الاجواء الصعبه اللي كانوا عايشينها، ويدخلوا في اجواء ثانيه مختلفه خالص. انت بره مصر، ودي حاجه كانت مهمه جدا انه يخرج بره مصر كمان. انت عارف طول ما انت قاعد في مصر ده بيكلمك، وده بيبعت لك لينك الحاجه، وده بينشر لك صوره، انت عارف طبعا الاجواء داخل مصر. فكان مهم جدا انه يخرج بره مصر خالص، يندمج مع لعيبه النادي الاهلي في فتره من في وقت بتاخد فسحه يعني، بتخرج مع اللعيبه، بتندمج، بتنصهر معاهم، مش هيبقى تمرينه زي بقيه اللاعبين خالص يعني. اطلاقا اطلاقا ممكن يكونوا لعبوا المباراه الوديه الاخيره مش حاجه فتاش. خفيفه يعني. يعني على خفيف، ولكن هو الفكره كلها انك بتخرج من جو بتخش في جو تاني، بتخرج من جو المنتخب بما فيه وما له وما عليه، وبتخش في اجواء النادي الاهلي عشان تقدر تنسجم سريعا حتى نفسيا بس. مش فنيا بس، نفسيا مع الفريق النادي، وتفرق معاهم طبعا لما ينزلوا باذن الله تعالى. يمكن ما فيش وقت طبعا على الماتشات خلاص، يمكن هنتكلم في اسبوع تقريبا او اقل، ان هم يوم الاربعاء اللي جاي خلاص يعني تقريبا يعني اسبوع تقريبا عشان يبتدوا يلعبوا مباراه المقاولين. فدي حاجه مهمه جدا كمان عشان المدير الفني يقدر يشتغل بسرعه كابتن. عارف لما يقعدوا في مصر ويرجعوا مثلا زي امبارح وهم يبتدوا يخشوا مع الفرقه ثانيه، هياخد حته الحاله النفسيه، وانك دخولك وانت مهزوم الحته دي خد بالك لازم تكسرها بيوم او اثنين. فالافضل والاهم انك تكسرها وانت بره مصر، مش جوه مصر. وهنا بيبين لنا العامل النفسي مهم جدا
للعيب. وانا الحقيقه بهنيهم انهم صمموا ان الاربعه يسافروا عشان يزيلوا حته السقوط المذيع للمنتخب المصري ويطلعوهم من الحاله النفسيه السيئه اللي هم فيها ويعيشوا جو تاني زي ما قال الكابتن احمد بلال كده، ويعيشوا في جو تاني ويستعدوا للمرحله القادمه. فعشان كده انا دايما بقول فايده الدكتور النفسي مع المنتخبات او مع النوادي. والحقيقه ما عندنا في المنتخب دكتور نفسي ايه؟ ما عندناش لا انا بقول لا ما عندناش يا حبيبي، لا ما عندناش انا بقول مهم جدا سواء مع النوادي او المنتخبات عشان الظروف اللي زي دي. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. عايز حلقه يا كابتن، عايز حلقه. نتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. يوم الجمعه ان شاء الله هنتكلم عن، انا هكون موجود مع حضراتكم قبل المباراه بساعتين، وان شاء الله بعد المباراه النهائيه طبعا مباراه نهائي كاس الامم الافريقيه ان شاء الله بقى ابتداء من يوم السبت نفتح ملف مباراه المقاولون العرب يوم 24 يوم الاربعاء، اعتقد 24 يوم الاربعاء ان شاء الله هيبقى 24/7. اشكرك جدا يا كابتن ابراهيم على وجودك معانا النهارده، شكرا جزيلا. لا متشكر، شكرا جزيلا يا كابتن ماهر، اشكرك جدا على وجودك معانا، شكرا جزيلا يا كابتن بلال. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. انا بكره ان شاء الله هيكون مع حضراتكم بالليل ملك وكتابه مع المهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي. ان شاء الله بقى يوم الجمعه نلتقي مع حضراتكم قبل بدايه مباراه كاس نهائي كاس الامم الافريقيه، منتخب الجزائر ضد منتخب السنغال. ان شاء الله تبقى فقره تعجب او ساعتين قبل بداية المباراة يعجبوا حضراتكم، كل التحليل ومفاجآت كثيرة في هذا اليوم الجميل أو في الساعتين اللي هيبقوا قبل المباراة. بشكركم وإن شاء الله نلتقي يوم الجمعة القادم وحلقة جديدة أو آخر حلقة بقى من نهائي أو كان 2019. أشكركم وإن شاء الله نلتقي يوم الجمعة.